النهارده ان شاء الله يا جماعه هنتكلم على موضوع جديد من مواضيع سير الناس، وزي ما احنا عارفين سير الناس محتاجه تركيز وفهم. خلاص فهمنا هتلاقي الامور سهله جدا وتلاقي احسن برانش. ما فهمناهوش وحفظنا كده او كبرنا دماغنا هيبقى من ارخم البرانشات في الفسيولوجي. فنحتاج نركز ونفهم. هتسمع وتفهم هتيجي تقدر تلاقي الامور سهله جدا. خلاص تكبر دماغ تنام ما تقراش وتيجي تقول بقى هلم في الاخر، ما الشيطان بيسهل لنا الامور. يقول لك يا عم ده في الاخر هتلم بسرعه. تيجي تفاجئ بالاخر، في الاخر الشيطان يقول لك فطريقك مسدود مسدود مسدود. لا تقرا ولا تعمل. عشان خاطري الحاجه اللي ناخدها اسمعها النهارده اروع على طول اقراها. ضروري السيل لسه عايز كده. خلاص؟ موضوع النهارده بعنوان حاجه اسمها ريفلكس اكشن اند اتس بروبيرتس. ريفلكس اكشن اند اتس بروبيرتس. زي ما بنحاول معاكم على طول بعمل ايه؟ اول حاجه عندي انتروداكتوري كيس. حاله بسيطه توضح لي انا عايز اتكلم على ايه. فالحاله بمنتهى البساطه لو حاله زي ديت واحد اتعرض مثلا لكار اكسيدنت او حصل انه وقع من هاي التيتيود مثلا من مكان عالي من فوق من مثلا من الدور الثاني من الدور الاولاني وقع او كان راكب مثلا عربيه عاليه ووقع او اتخبط خبطه بالعربيه او اي شيء حصل ان في مشكله عنده حاجه اسمها ترانسكشن في السباينال كورد. موضوع هناخده بعد كده. انا بحاول اغير الحاله عن اللي شرحتها في المحاضره الاولانيه. واحد اتعرض لحادثه، اتعرض انه وقع من مكان عالي، اتعرض لاي مشكله ادت الى ان السباينال كورد اتقطع. خلاص؟ كومبليت ترانسكشن في السباينال كورد. عملوا له الانفستيجيشنز اللازمه، خدوه ادوا له العنايه وبداوا ايه؟ يهتموا به. جم يشوفوا له حاجه اسمها ريفلكسز. ها؟ في الاول زي ما هنعرف ان شاء الله كان فقط كل ريفلكس. كل ريفلكسز ار لوست. اللوز ريفلكشن. خلاص؟ بعد شهور الريفلكسز بدات ترجع ان ابنورمال فورم. يعني ممكن الاقي ريفلكس يبقى اكساجريتد مثلا او ريفلكس تقويه او حاجه زي كده. يعني معناها في مشكله في حاجه اسمها ريفلكس حصل. يجي يعملوا له اكزامينشن زي حاله زي دي مثلا. لو جينا نشوف حاله زي دي الدكتور جه يخبط على الايه؟ باتينا زي ما هناخد ان شاء الله تندرجير. الطبيعي ان لما يجي يعمل اكزامينشن رجله تيجي في وش الدكتور كده؟ طبعا لا صح؟ واضح ان الريفلكس ده زايد زياده عن اللزوم. طب انا قاعد اقول ريفلكس اب نورمال؟ لا ده نورمال، ده زايد زياده عن اللزوم. طب هو ايه النورمال؟ هو ايه الريفلكس اصلا؟ يبقى دي فكره يا جماعه دايما ان انا ابتدي بانترودكتوري كيس توريني ان انا في حاجه مش فاهمها وعايز اعرفها. بعمل برين ستورمنج، بعصر وبعمل عصف ذهن لنفسي. زي برضك الحاله اللي شرحتها زمانكم المره اللي فاتت في المحاضره الاولانيه، برضك واحد اتعرض لكار اكسيدنت بعد الانفستيجيشنز اللازمه لقوا ان في حاجه اسمها بابيتسك ساين بوزيتيف ولقوا في ايه؟ اكساجريتد تندوجين زي اللي وريتها لكم الصوره حالا. طب يعني ايه بابيتسك ساين؟ يعني ايه اكساجريتد تندوجين؟ يعني ايه ريفلكس؟ ماليش عارف صح ولا لا؟ لانه الموضوع جديد بالنسبه لي. يبقى من خلال الكلمتين دول المفروض اطلع حاجه اسمها ها ليرنينج اوبجيكتيفز. يبقى تاني الكلمتين اللي انا قلتهم لحد دلوقتي حاجه بسيطه جدا تدخلني لارض الواقع، تعرفنا انا بدرس الحاجات دي ليه. مجرد قاعد اقول ريفلكس اكشن كومبليت ترانزكشن سباينال كورد كيميكال ساينابس وقاعد ارص في حاجات نظري ولا لها علاقه بارض الواقع؟ لها علاقه صح ولا لا؟ فالحاله بتدخلني للعلاقه دي. واحد اتعرض لحادثه حصل له مشاكل في حاجه اسمها الريفلكس ريسبونس. يبقى انا محتاج اعرف ايه هو الريفلكس ريسبونس؟ صفاته ايه؟ ايه انواعه؟ مش ده كلام منطقي يا جماعه؟ حد قال لكم يا جماعه هندي درجات السنه دي مثلا على مش احسن بحث تروح تعمله في اي مكتبه وتيجي تاخد درجاته؟ لا. احنا عايزينكم تعملوا لنا ايه؟ برزنتيشن. هنقسمكم لجروبز مثلا مجموعات، والمجموعه الاولانيه دهيت هتعمل لنا موضوع عن الريفلكس اكشن. المجموعه الاولانيه دي هتحدد بريزنتر منها. يعني بريزنتر واحد هو اللي هيقدم الداتا شوت زي ما انا بقدمها دلوقتي. وهيقف يناقشها.
المجموعه هتقعد مع بعض وتقول ايه؟ انا عايز اتكلم على الريفلكس اكشن او الريفلكس ريسبونس. هغطي ايه وانا واقف اشرح لزمايلي كده؟ هتكلم على ايه؟ منطقيا اول سؤال تساليه لنفسك ايه؟ ايه هو الريفلكس اكشن؟ صح ولا لا؟ تاني حاجه ايه صفاته؟ ثم الطايف ده كلام منطقي ولا لا؟ فبالتالي الاهداف دي يا جماعه اللي بحطها في الاول ده اللي المفروض اعرفه من المحاضره. يعني المفروض ما اخرجش من المحاضره او من الموضوع ده الا لما اعرف الاهداف دي. محتاج اعرف ديفينيشن للريفلكس او الريفلكس اكشن او الريفلكس ريسبونس. واعرف حاجه اسمها الريفلكس ار او الريفلكس باث واي. ثم ديسكاس، كلمه ديسكاس دي يا جماعه يعني اعرفوها ان فول ديتيل، يعني كل تفاصيلها. ديسكاس حاجه اسمها ريفلكس بروبارس. ايه صفات الريفلكس دي؟ واضح الاهميه زي ما هنشوف، وهي اللي هتاخد المين بالك من المحاضره. ثم اجزاء من جوه الريفلكس بروبارس جت قبل كده كتير، كان ممكن اقوم قايل ديسكاس ريفلكس بروبارس واسكت، بس كمان الحاجات دي غايه في الاهميه اللي هم الثلاث بنود اللي هو من ثلاثه لخمسه، كل واحده فيهم جت قبل كده شورت اي سيكويشن فذاكرتهم لوحدهم كده. Describe total and reduced reflex type. سألت قبل كده. Compare and contrast between reflex and motor tetanus. جت قبل كده. Discuss after discharge. أعرف يعني إيه الـ after discharge وإيه أهميته وإيه الميكانيزم بتاعه. ثم أخيرا في الآخر كده كلمتين صغيرين عن الـ classification of reflexes and give a suitable example for each type. يبقى تاني المطلوب مني ان المحاضره الطالب الشاطر وبعيد وازيد واكرر يا جماعه. بيفرق طالب بيكتب على الدفعه وطالب يا دوبك بيعدي بالعافيه مع ان الاثنين بيذاكروا بنفس الكميه. ان واحد عارف هو عايز ايه من اللي بيذاكره، واحد بيذاكر عشان يذاكر. واحد فتح الموضوع ده هو وقال انا انا قبل ما اذاكر الموضوع ده الحته دي بتتسال كتير، جت قبل كده من سنين قبل كده. زمايلي اللي اقدم مني قالوا لي كذا، الدكتور في المحاضره اتكي على الحته دي. يبقى عارف هو بيذاكر الحته دي قبل كده كتير ولسه جاي السنه اللي فاتت، لا انا مذاكرها مرتين، لا انا ذاكرها ثلاثه اربعه. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. يبقى النقط ده هي محتاج ما اخرجش من المحاضره الا لما اكون عارفها. ابدا باول حاجه عندي عايز اعرف يعني ايه ريفلكس. يبقى لما اجي اتكلم على الريفلكس اكشن او اسم الدلع بتاع ريفلكس ريسبونس، أول حاجة عايز أعرفها ديفينيشن. حد يقدر كده يقول لي يعني إيه ريفلكس؟ أو ريفلكس أكشن أو ريفلكس ريسبونس؟ ها خلي بالكوا يا جماعة، لو أنت قاعدة كده اسمك إيه؟ أسماء. لو أسماء قاعدة لا فيها ولا عليها ركزوا يا جماعة. زميلتها اللي وراها قامت جايبة دفوس وشدتها في إيديها. وأسماء أسماء مش واخدة بالها. أسماء هتقعد ساكنة كده ما تتحركش ولا اوتوماتيكالي هتحرك ايديها تبعدها عن مصدر الالم؟ هتبعد ايديها صح ولا لا؟ بلاش. انت اتهورت ودخلت المطبخ قلت انا هعمل لنفسي كوبايه شاي. خلاص؟ حطيت الشاي وقال ماسك كتاب الفسيولوجي قاعد تذاكر فيه والعلم مقطع بعضه طبعا مش الفيسبوك. خلاص؟ وقاعد تقرا جيت تمسك ايه الكنكه اللي فيها الشاي حطيت ايدك في الميه وهي بتغلي. هتسيب ايدك في الميه كده وتقول كمان ولا اوتوماتيكالي هتسحب ايديك. فاكرين واحنا بنتكلم في الرياكشنز تو بين مش خدناها يا جماعه؟ من الرياكشنز اللي ممكن يكون فيه ايه؟ موتور رياكشن. انا عملت وذدرول صح ولا لا؟ فده ريفلكس. يبقى الريفلكس معناها ايه؟ انت دلوقتي وانت ماسك الكتاب الفسيولوجي او بتذاكر في الريفلكس اكشن حطيت ايدك في الميه السخنه سحبت ايديك لا اراديا صح ولا لا؟ يبقى وبالتالي بقول ان الريفلكس هو عباره عن involuntary response to adequate stimulus. involuntary response to adequate ايه؟ stimulus. الستيمولس كان عندي في الحاله دي ايه؟ البين بريك شكل الدبوس. الستيمولس في الحاله دي كان ايه؟ حاجه سخنه لمستها صح ولا لا؟ انا اتصرفت سواء عملت بروتكتيف وذدرول هنا او بروتكتيف وذدرول انفولانترلي يعني لا اراديا. تضحك الصوره يا جماعه زي ايه؟ يبقى ادى الديفينيشن عندي اهو تاني يا جماعه عباره عن انفولانتري ريسبونس تو اديكوت ستيمولس. اهميه الريفلكس اكشن او الريفلكس ريسبونس او الريفلكس ايه؟ ان هو عباره عن الفانكشنال يونت
of the nervous system. ممكن الاسئله اسال ام سي كيو which one of the following is the functional unit of the nervous system؟ ولا النيرون ولا الريفلكس ولا الريسبتور ولا اسال عفريت النيرون ولا ولا يبقى مين؟ الريفلكس اكشن او الريفلكس ريسبونس او الريفلكس هو الفانكشنال يونت اوف ذا نيرفس سيستم. امال الاناتوميكال يونت ايه يا مين؟ الهوش طار. يبقى دلوقتي عرفت يعني ايه؟ ريفلكس اكشن، عرفت ايه اهميه الريفلكس اكشن انه الفانكشنال يونت اوف ذا نيرفس سيستم. تاني حاجه عايز اعرف حاجه اسمها ريفلكس ار او اسم الدلع بتاعه ريفلكس فصلين. الريفلكس ار بيمشي ازاي؟ الريفلكس ماشي ازاي؟ يعني خلي بالكم يا جماعه. زميلكم اتشكى تشكى، ركزوا. يبقى في ستيمولس صح ولا لا؟ اتشكت فين؟ في السكن. يبقى فيه ريسبتور وخدنا حاجه اسمها سنسوري ريسبتورز، مش احنا عارفين الكلام ده يا جماعه؟ يبقى اول حاجه عندي كان فيه سكن عندها فيها ريسبتور. اتشكت شكت الدبوسه يبقى فيه ستيمولس. في قانون كان اسمه مولرز لو اوف سبيسيفيك نيرف انرجي بيقول ايه؟ ان كل ريسبتور سبيسيفيك تو سبيسيفيك ريسبونس، صح ولا لا؟ اند اتاتشد له فيه افرنت او سنسوري نيرون، صح؟ بتشيل سنسيشن معين. يعني في افرنت نيرون هتطلع من هنا كده وهتمشي في اتجاه مين؟ في اتجاه السي ان اس. ادا الافرنت او السنسوري نيرون. جوه السي ان اس جوه السباينال كورد في احتمال الاثنين، ركزوا. يا اما الافرنت نيرون ده اهي تقوم عامله ريلي او سينابس كيميكال سينابس، خدنا كيميكال سينابس الموضوع اللي فات، مع حاجه اسمها انتر نيرون، صح؟ والانتر نيرون ده بتعمل سينابس مع نيرون ثانيه بتشيل الايه موتور انرفيشن من السباينال كورد في اتجاه الافكتور اورجان وليكن المصل. يقولوا عليها الافرنت نيرون. يبقى الريفلكس ارك سكه الريفلكس اول حاجه شكيناها بدبوس. فيه ريسبتور استجاب لهذا الاستيمولس. ماسك في الريسبتور افرنت نيرون. ثم الافرنت نيرون ديفينيشن لها هي عباره عن ايه؟ نيرون بتشيل سنسيشن من البريفري في اتجاه السباينال كورد، صح الكلام يا جماعه؟ جوه السباينال كورد في احتمال الاثنين. الاحتمال الاولاني ان الافرنت نيرون تعمل ريلاي مع انتر نيرون. الاحتمال الثاني ان هذه الافرنت نيرون ما تعملش ريلاي مع انتر نيرون، ده بالعكس تروح على الافرنت نيرون مباشره وتعمل ريلاي معاها. يعني احتمال الاقي فيه انتر نيرون واحتمال ما الاقيش. يبقى تاني ايه هو بقى الريفلكس ارك او الريفلكس باسوي؟ الريفلكس ارك يعني الباسوي اوف ذا ريفلكس. باسوي اوف ذا ريفلكس بيبتدي منين؟ اول حاجه عند ستيمولس وليكن بنبريك شكل الدبوس مثلا. فيها ريسبتور بين ريسبتورز اسمها ايه؟ نوسي سيبتورز. كلام كويس. ماسك في هذه الريسبتور افرنت نيرون. الافرنت نيرون ده هي شايله البريسنسيشن، خدنا البيبر سوري طبعا. دخل على السباينال كورد. هذا السنسيشن لما شايل الافرنت عند احتمال من اثنين. الشائع واللي غالبا بيحصل انه بيلي مع انتر نيرون. ريلي يعني قليل بقى مش هو الشائع انه يدخل يعمل ريلي مباشره مع الايسترنت نيرون. اللي هتشيل موتور امبس تروح ناحيه الافكتور اورجان اللي هو مين؟ المصدر. يبقى لما اقول الريفلكس ارك بيتكون من ايه؟ في عندي ريسبتور افرنت، ثم لو في انتر نيرون بعتبر ان في انتر نيرون، ثم سينابس قبل وبعد الانتر نيرون، ثم افرنت نيرون، ثم افكتور اورجان. اشوف الكلام ده على طول قدامي كده. ادي يا جماعه الايه؟ الريفلكس ارك.
بلاقي في عندي ايه؟ ريسبتور. افرنت نيرون شايله سنسيشن من الريسبتور في اتجاه ايه؟ في سباينال كورد. ادي الدورسال روت جانجل راح تلاقي الانتر نيرون قدامها اهي. صح؟ ثم الانتر نيرون عملت ريلي مع مين؟ مع الافرنت نيرون. الافرنت نيرون ده هي راحت عملت سبلاي لمين؟ للافكتور اورجان اللي في الحاله ديت المصري. قال لك خلي بالك من النقطه اللي جت في ظهرك في الاهميه. انت قلت لي دلوقتي ان في بعض الريفلكس ار الاقي انتر نيرون وفي الاحيان الاخرى ما الاقيش. صح؟ فقاموا عاملين كلاسيفيكيشن بسيطه للريفلكسز اكوردنج تو بريزنس اور ابسنس اوف انتر نيرون. لو وجد انتر نيرون زي الصوره اللي موجوده قدامنا دي يا جماعه سواء دي هنا في انتر نيرون اهي يعني في عندي كام ساينابس؟ اثنين. هما نوعهم ايه؟ كيميكال ولا الكتريكال ساينابس؟ كيميكال. شطار. حد يقدر يقول لي ايه الفرق ما بين الكيميكال والالكتريكال ساينابس؟ ها الكيميكال يعني ايه؟ محتاجه كيميكال ترانسميتر هيتنقل من البرين للبوست سينابتك. صح الكلام؟ طيب الباسوي اوف امبلس في الكيميكال يوني دايركشن. يوني دايركشن شطار. ليه؟ لان هتفرق معايا النهارده. لان الكيميكال ترانسميتر يطلع من البري سينابتك صح؟ علشان يأثر في البوست سينابتك. امال الالكتريكال بقى الفرق؟ باي دايركشن. اولموست اول اولموست اول سينابسز ان ذا سي ان اس نوعها ايه؟ ده الموست كومن تايب. يبقى واضح عندي ان هو في عندي تو كيميكال ساينابس. ففي الحاله دي بقول عليها بولي ساينابتك ريفلكس. وضحت الصوره يا جماعه؟ يعني في اكتر من ساينابس واحده. طب افرضوا بقى نبص على الصوره دي. فين ايه؟ ادي يا جماعه فين انتر نيرون اهي. فبالتالي الريفلكس اللي قدامي ده اهو بولي ساينابتك. اغلب الريفلكسز اللي هنسمع عنها بولي ساينابتك. طب الريفلكس الثاني ده لو شايفين الافرنت نيرون راحت عملت ريلي مع الافرنت نيرون مباشره. فالحاله دي بقول عليها ايه بقى؟ مونو سينابتك. واشهر مثال لا ينسى ويصير كتير في الام سي كيو زي ما ناخد ان شاء الله المحاضره الجايه اذا كان لنا عمر نصيب اللي هو ستريتش ريفلكس او يتقال عليه المايوتاتيك ريفلكس. ادي كلاسيفيكيشن بسيطه يا جماعه تاني اهي. يبقى الريفلكس تايبس اكوردنج تو نمبر اوف انتر نيرونز او اكوردنج تو نمبر اوف سينابسز في الريفلكس ارك بتتقسم لحاجتين. مونو سينابتك يعني مفيش انتر نيرون. معناها ان وان كيميكال سينابس اونلي. اشهر مثال واللي موجود جوه جسمنا اللي هو ستريتش ريفلكس او اسم الدلع بتاعه المايوتاتيك ريفلكس. البولي سينابتك معناها ممكن الاقي وان انتر نيرون ممكن الاقي اكتر. ماشي يا جماعه؟ يبقى على الاقل فيها على الاقل حاجه في وان انتر نيرون ممكن يبقى اكتر. والبولي سينابتك زي ما قلت من امثله كتير جدا اشهرها اللي احنا ايه؟ عملنا حالا. تيجي تشك نفسك بدبوس او حد يشكك تلاقي ايدك بعد تشك نفسك بدبوس. يعني خلاص هتلاقي نفسك انت لما كنت بتاخد عينه بلاد السنه اللي فاتت. تيجي اول ما الايه قبل ما تدبس يا حصه ده انت خايف وتجري تجهز نفسك انك تسحب ايدك صح؟ اول ما تيجي تتشك تلاقي نفسك عايز تشد ايدك صح؟ بروتكت في الزرار. كلام كويس. يبقى ادي الصوره يا جماعه واضحه في اي مشكله؟ كلام كويس. طيب يبقى لما رجعت للريفلكس تاني اهو قلت انا عايز اعرف يعني ايه ريفلكس. تاني حاجه اتكلمت على الريفلكس ارك از ديفينيشن كومبوننتس اوف ريفلكس ار اور كومبوننتس يعني بيتكون من ايه؟ قلنا ريسبتور افرنت ثم انتر نيرون وسيناس وافرنت وافكتور اور. ثم اتكلمنا على التايب اوف ريفلكسز اكوردنج تو نمبر اوف سيناس او نمبر اوف نيرون انتر نيرون. ثم موضوع كبير قوي من ارخم الحاجات واسهلها في نفس الوقت في السي ان اس. ارخمها لو ما تفهمش واسهلها لو تفهم هيبقى سهل جدا. هو سهل. بصوا يا جماعه خدوها طعنه لدينا مدى الحياه. مفيش حاجه في الدنيا صعبه مع الاصرار والرغبه في النجاح. انا عايز اعمل الحاجه الفلانيه دي والله العظيم لو حطيتها في دماغك هتعملها. انا اديكم مثال بسيط. كنت في السعوديه فجاي ايه؟ كان لو قلنا سكانر احدث موديل اتش دي واحدث حاجه. خلاص؟ بدات اشتغل فيه كان شغال بمزاج.
يعني مره يشتغل و10 ما يشتغلش، اشغله مره الجهاز يتعرف عليه ومره ما يتعرفش. خلاص؟ يعني احاول يعني وهكذا. مش الجهاز بس، الاجهزه اللي كانت في الكليه كلها، احدث جهاز وحديث جدا وامكانياته رائعه بس شغال بمزايا. اقعد احاول فيه وانا فيه طبع وحش فيما يخص الكمبيوتر. حاجه تقف قدامي ممكن اسيب اللي في ايدي كله عشان احاول احلها. تخيلوا خدت مني وقت قد ايه لحد ما حليت المشكله، بقى اي حاجه حتى لو عنده سكانر مش شغال كان يجي عشان اعمل الحاجه دي، تخيلوا قد ايه؟ حد يدي رقم كده الايام؟ ها؟ واحده قالت شهر، واحده قالت اسبوع، مش هتصدقوا. سنه ونص. سنه ونص وانا قاعد احاول فيه، والله مش بهزر. سنه ونص بحاول اظبط فيه واعمل فيه لحد ما لقيت له حل. وعرفت ايه سبب المشكله. وكان بقى يشتغل معايا كويس. الفكره ايه؟ انا عايز اوصل لك نقطه. لو انت في دماغك هدف هتوصل له مهما تكون درجه صعوبته. واللي يقول لك حاجه صعبه والكلام ده قلته وعدته وزدته وكررته وبكرره. اما واحد يقف قدامك ويجي يشرح لك ويقول لك الحاجه دي صعبه يا اخي ما تحاول من الكليه يا اخي دور على الكليه الثانيه. فينا كل نفسك قول له زي ما انت يا سيدي عدي انا معدي. انت ما تبقاش مخين ولا ليا مخ. صح ولا لا؟ ما تديش فرصه لحد يخبطك. ذاكر. اي حد فينا ممكن يطلع والكلام ده كررته. اي حد فينا يا جماعه من اللي قاعدين ممكن يطلع الاول على الدفعه. بس سيبكم بقى من الايه؟ من الاسمات اللي بتديها لبعض. تلاقي ايه؟ اسراء؟ اسماء. اسمك ايه؟ امل. يا اتقابلوا الصبحيه الاثنين مش عارفين يفتحوا عينيهم من كتر السهر على الكتاب. والاثنين جايين بقى انا ما فتحتش كتاب بقى اسبوع. وبعدين يجي يشوفوا نتيجه الاناتومي. صح؟ وفاجئوا ان الاثنين هم اللي على الدفعه. طب ما كنتش بتفتحوا ازاي؟ اذا كنتوا مفتريين جايبين الفول مارك. واضحك بسرعه بلاش حركات النص كم ده يا جماعه. وتعاونوا على البر والتقوى. تعاون هم. لكن احنا بقى في الايه؟ في الكومنتات على الفيسبوك بنتعاون. الكلام الخايب. لكن نتعاون في حاجه كويسه الا دي. خلاص؟ ها فوقنا؟ انا قلت ان ايه؟ نفرفش ايه؟ دقيقتين كده قبل الحاجه الرخمه اللي هتبدا دي. هي مش رخمه على فكره. الريفلكس المجاز زي ما قلت دي اللي هتاخد الميل بارك من المحرك. اخدك وقت المحرك. وفي اخر 5 دقائق 10 دقائق اقول بسرعه ريفلكس كلاسيفيكيشن لان على امتداد المحاضرات الجايه والندبات اللي جايه ان شاء الله هنتكلم كتير على ريفلكس. خلاص؟ خدنا نفس عميق يا جماعه. فوقنا ندخل بقى على الايه؟ الريفلكس بروبيرتس. ريفلكس بروبيرتس، ايه صفات الريفلكس؟ اول صفه عندي ركزوا. اول صفه عندي حاجه اسمها يوني دايركشنال. أو يقولوا عليها لوب أوف فورورد دايركشن. فاكرين لما قلت لكم من شوية يا جماعة إيه نوع السينابس اللي موجودة في الريفلكس؟ قلتوا لي إيه؟ كيميكال. طب والكيميكال ديت الدايركشن بتاع الإيه؟ الموفمنت أوف إمباكس إمباكس اللي فين؟ هل بوست دايركشن ولا يوني دايركشنال؟ من البري للبوست. يبقى لوجيكالي الإمباكس هتمشي منين لفين؟ هتمشي خلي بالك ريسبتور اخر سلط اول بروبرتي عندنا حاجه اسمها يوني دايركشنال او لو فورورد دايركشن. عشان خاطر حاولوا تركزوا ما اي حاجه تقف معاكم سلط محدش يمشي في اخر المحاضره لما تكون محفوظه مش مفهومه بس. خلاص لحد ما انا قلت كده في ايه المشكله واقفه معاكم يا جماعه؟ الامور سهله لذيذه جدا المحاضره الفلسفيش جميل جدا 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 ولذيذ. انا وانا كنت طالب زيكم كنت احب اسيبه ايه؟ لما اكون مخنوق في مذاكره ماده ثانيه اقوم رايح على الفلسفيش ايه؟ افتح نفسي. لا والله بجد اسمعوا بس اسمعوا. فانت حبوا الحاجه اللي بتعملوها هترتاح وهتتجمع. خلاص الامور سهله. اول صفه عندي يوني دايركشنال او لو فورورد دايركشن. قلت ايه؟ ان الريفلكس ارك بيحتوي على كيميكال سايناب. فده البري سايناب نيرون اهي فيها ايه؟ فيها فيزيكلز فيها ايه؟ كيميكال ترانسميتر صح؟ وادا بوست سايناب نيرون اهي لوجيكال الامبلس هتيجي للبري سينابتك نيرون هتفتح الفولتج جيت الكالسيوم اتشالت. مش الكلام ده خدناه المره اللي فاتت يا جماعه. اما الكالسيوم يدخل هيحرك الفيزيكلز علشان تخرج الكيميكال ترانسميتر بالاكزوسايتوزس صح؟ والكيميكال ده اهو هيعمل ايه؟ هيروح يمسك فينين في الريسبتور اللي موجوده في البوست سينابتك نيرون عشان يبدا يعمل لنا الريسبتور بوتنشال والامور تمشي. صح الكلام يا جماعه؟ كلام كويس. يبقى بالتالي بقول ان اول صفه عندي يوني دايركشن
ليه؟ لان في كيميكال سينابسز والكيميكال سينابسز دي اللي هي. في اي مشكله في اول صفه عندي يا جماعه؟ كلام كويس. تاني صفه عندي فاكرين الريسبتورز؟ كنت بقول لها صفه مميزه اسمها سبيسيفيسي. مولانسيلوز سبيسيفيك نيرف انرجي بيقول ايه؟ ان الريسبتور ده اهو عباره عن ايه؟ سبيشاليز سبيشال بيعمل ايه؟ بيرسبوند تو اني تايب اوف ستيمولس ويحوله لي الوان فورم اس ان اس بيفهمها. ايه الوان فورم ديت؟ اكشن بوتنشال ذا اونلي فورم ذات ذا نيرفس سيستم اندرستاندز. كلام كويس مش كده وبس، ده الشق الاولاني من القانون. الشق الثاني من القانون ايه هو؟ ان فيه ريسبتور ماسك فيه افرنت نيرون. صح؟ الافرنت نيرون بيشيل ايه؟ سيرتن تايب اوف سنسيشن. مش ده القانون يا جماعه؟ فنفس الكلام بينطبق على الريفلكس اكشن او الريفلكس ريسبونس. انا عندي دلوقتي في سبيسيفيستي في الريسبتور، مش انا بقول الريفلكس ار فيه ريسبتور. طب وده سبيسيفيك. في افرنت نيرون ودي سبيسيفيك. وفي سبيسيفيك باسواي ماشيه من خلاله وفي سبيسيفيك افكتور اورجان. يعني انا هل دلوقتي انا جيت شكت زميلكم كده، الرد الطبيعي انها تبعد ايديها ولا الرد الطبيعي تقوم زق ايديها عندي عشان تتعور اكتر؟ هل الرد الطبيعي انها تضحك؟ لا صح ولا لا؟ يبقى في ريسبونس. يبقى دي في ايه؟ سبيسيفيك ستيمولس ات اسيرتن ريسبتور ليدز تو ايه؟ سبيسيفيك ريسبونس. بمعنى ركزوا يا جماعه، اسمك ايه؟ امل. امل، مد ايدك كده يا امل. بصوا يا جماعه، لو جينا الامل كده دلوقتي وقمنا شاكينها بدبوس بره كده، رد الفعل الطبيعي انها تعمل ايه؟ يا مفتريه مش هتعملي كده. لو انا جيت شكيتك كده مش هتزقيها عليها عشان اعورك، يعني تخيلي كده، بصي انا بشكك كده، هتزق ايدك؟ لا مش كده. بصوا يا جماعه، انا لما اشك كده منطقيا هعمل وزدرو، هبعد. يعني انا دلوقتي شكيت من الاوتر سايد، هتلاقيني بعمل ايه؟ فليكشن ادكشن. صح؟ اهي كده عشان ابعد. ما فيش عندي وقت ان انا اسهل حاجه عندي كده، يعني انا كده. ايه اللي يخليني انزل لتحت؟ هتلاقيني اوتوماتيك بشد ايدي، صح ولا لا؟ يبقى لو عملت بينفول ستيمولس عشان اوريك سبيسيفيستي تخصصيه او لوكاليزيشن، لو عملت ابلكيشن ستيمولس اون اوتر اسبكت اوف ذا هاند طبيعي ان هيحصل ايه؟ فليكشن اند ادكشن للارم عندي كده. طب افرض الايد كده مفروده وجيت عملت ابلكيشن للستيمولس على الانر اسبكت، لوجيكالي ان انا ازق ايدي كده ولا ابعدها؟ هيحصل اكستنشن اند ادكشن. بتحس الصوره يا جماعه؟ يبقى ده تاني حاجه عندي. فيها اي مشكله يا جماعه؟ وعرفت سبب السبيسيفيسيتي ايه؟ عشان يبقى فيه كله ايه؟ الدكتور سالك قال لك يا ابني اديني صفاء، اديني كده الريسبتورز اللي هي الريفلكس اوف البروجيكس اوف ريفلكس الاكشن، واديني اول حاجه ايه؟ يوني دايركشنال ماشي. طب سبيسيفيسيتي ليه؟ في سبيسيفيسيتي يا ابني؟ هقول له ايه؟ كل الريفلكس ار سبيسيفيك بدايه من الايه؟ من الريسبتور للاف للانترنيرون ثم الاف، كل ده سبيسيفيك سبيسيفيك باس واي كله. كلام كويس. يبقى اول صفه اتكلمنا عنها عشان نفتكر مع بعض يا جماعه كانت ايه؟ افتكروا معايا وخبروا معايا عشان ما انساش. اول صفه كانت يوني دايركشن. ثاني صفه كانت او لوكاليزيشن. ثالث صفه، وخدوا نفس عليك انا مهم جدا جدا جدا، وزيك كريم سكيو وزيك كريم شوت ايزي، حاجه اسمها توتال ريفلكس تايم اند ريديوسد ريفلكس تايم. توتال ريفلكس تايم اند ريديوسد ريفلكس تايم. ساكن انا حاسس سوا. طب التوتال ريفلكس تايم، شايفين الرسمه؟ ده مش ده ريفلكس ارك يا جماعه؟ بدايه من الريسبتور ثم افا ثم انتر نيرون ثم ديفرنت ثم المصل. الرسمه اللي كانت مطلع عليها كده يبقى ده اللي انا هقفلها. بصوا يا جماعه، دي كوبر من ده كده كوبر على ريفلكس ار. طيب لما قلت توتال ريفلكس تايم، الوقت الكلي للريفلكس فروم ستيمولس ابلكيشن تي الابيرنس اوف ريسبونس، يبقى لما اقول يعني ايه توتال ريفلكس تايم، يبقى هو عباره عن انترفال اوف تايم، فتره زمنيه ما بين ايه وايه؟ ما بين ستيمولس ابلكيشن اند ابيرنس اوف ريسبونس. يعني انا دلوقتي جينا نشك زميلكم شكه، من اول ما اتشكت لحد ما ايه؟ سحبت ايديها، الوقت ده كله بقول عليه التوتال ريفلكس تايم. طب التوتال ريفلكس تايم هنا
هيشمل certain events او phases، حاجات هتحصل خلاله. اول حاجه مش الامبلس تمشي في القفل صح، ثم الامبلس تعدي السباينال كورد، والامبلس تمشي في الافرنت نيرون، ثم الامبلس تعمل ايه؟ تعمل حاجه اسمها الليتنت بيريود للمصل. فاكرين ايام زمان في النيرف والمصل كان بيقول في حاجه اسمها الليتنت بيريود؟ فاكرين السمبل مصل تويتش ده احنا خدناه قبل كده، ده سمعنا عنه السن. الله يرحمه، الله يرحمه يا اخي، انا مش فاكر انا فطرت ايه الصبح. ده انت بتكلمني في الكيميكال ساينابس اللي لسه واخدينها المحاضره اللي فاتت ومش فاكرها. هتكلمني في السمبل مصل تويتش؟ كان في السمبل مصل تويتش يا جماعه هو سنجل كونتراكشن وريلاكسيشن. قبل ما المصل يحصل لها كونتراكشن يحصل حاجه اسمها ليتنت بيريود. بيريود في ابلكيشن اوف ستيمولس المصل تير ستارت اوف مصل كونتراكشن. فانا عندي في جزء هنا هو من الايه؟ من التوتال ريفلكس تايم بتاخده المصل لحد ما يحصل فيها كونتراكشن. فهنا اهو تاني ركزوا، في حاجه هنا اسمها التوتال ريفلكس تايم، هي عباره عن انترفال اوف تايم ما بين ابلكيشن اوف ستيمولس اند ابيرنس اوف ريسبونس. ايه الفيسز او الكومبوننتس بتاعته او البارتس بتاعته؟ اول حاجه اللي انا مرقمها اي بي سي دي دي. اول واحده اللي هي الايه؟ التايم تيكن باي ذا امبلس عشان تمشي في خلال مين؟ الافرنت نيرون. ثم التايم اللي بتاخده وهي ماشيه في السباينال كورد، ودي يقولوا عليها سنترال ديلي، او يقولوا عليها ريديوس ريفلكس تايم. معقوله حالا انا مهمه جدا عامل لها سلايد لوحدها ما تقلقوش. ثالث حاجه عندي التايم اللي بيتاخد بالامبلس علشان تمشي في خلال مين؟ الافرنت نيرون. ثم اخيرا الليتنت بيريود بتاع المصل عشان يحصل مصل كونتراكشن. يبقى انا دلوقتي لحد دلوقتي في مشكله عرفت يعني ايه توتال ريفلكس تايم وايه الفيسز او الكومبوننتس بتاعته. كلام جميل. طيب ركزوا بقى في اللي جاي غايه في الاهميه. اسئله كتير مسكوحه، نمط اسئله في الاخر زي ما احنا متعودين كده، بحط خمس اسئله ولا حاجه في الاخر اشوف هل فهمنا المحاضره ولا ما فهمناش كنمط من امثله ازاي ممكن اتسائل في المحاضره كام سي. زي ما قلنا حالا في حاجه اسمها سنترال ديلي او يقولوا عليها ريديوس ريفلكس تايم. السنترال ديلي زي ما قلت عباره عن ذا تايم تيكن باي ذا امبلس تو كروس ذا سي ان اس. يعني ارجع للصوره اللي فاتت كده يا جماعه، هنا الامبلس لازم تعدي السباينال كورد ده اللي هو جزء من السي ان اس، فممكن تعدي من خلال ايه؟ سنجل سينابس صح لو مونو سينابتيك ريفلكس، او تو سينابسز لو في 1 انتر نيرون، او 3 سينابسز لو في 2 انتر نيرون. صح الكلام ده يا جماعه؟ الوقت اللي الامبلس تعدي فيه من خلال السي ان اس ده وتخرج منه علشان تروح الافرنت نيرون ده بيقول عليه سنترال ديلي. يعني في تاخر في الامبلس فين؟ زي ما قلت ايه مثلا على سبيل المثال انا مثلا عايز اروح متاخر، لو السكه طريقها سالك ومفيش مطبات ومفيش نقطه مرور عند ام حسين مثلا توقف لاني ماشي على طول صح، لكن افرضوا بقى الطريق كان زحمه وكانوا واقفين في عند اللي هي نقطه ايه؟ ام حسين دي، قاعدين يشوفوا الايه؟ رخص القياده والكلام من ده، هتاخر. فانا دلوقتي ما قلت انا كل يوم مثلا اخد المسافه في وقت قد كده، طب انا النهارده اتاخرت، يبقى تاخري في ام حسين كان قد ايه؟ يبقى هحسب بقى انا كل يوم كنت بعدي بكذا وفي الوقت انا وصلت عند ام الزين مثلا في خلال نص ساعه، وبعد ام الزين مثلا مشيت ثلث ساعه، يبقى دلوقتي نص وثلث يعني 50 دقيقه صح؟ طب انا وصلت في ساعه ونص، يبقى انا وقفت 40 دقيقه في نقطه ام الزين. اتفهمت الفكره دي؟ فانا دلوقتي ديت نقطه المرور اهي اللي حصل فيها السنترال ديلي او ريديوسد ريفلكس تايم. احسبها ازاي زي ما انا حسبتها دلوقتي؟ من هنا لحد ام الزين الجزء ده، من بعد ام الزين اهو الجزء ده عشان اوصل، يبقى تاخري في ام الزين دي، يبقى اللي تاخرت في السي ان اس ده هو الجزء ده، يبقى سنترال ديلي هتساوي ايه؟ التوتال ريفلكس تايم اطرح منه مجموع الوقت اللي اتاخد في الافرنت والوقت اللي اتاخد في الافرنت والوقت بتاع اللي تنتبه. ابص على الكلام ده مكتوب اهو. يبقى اول حاجه عرفت مهمه جدا سنة
سنترال ديلي، تتسال اس كيو، تتسال شفوي، تتسال جزء من عملي. يبقى اول حاجه اف ذا تايم تيكن باي ذا امبلس تو كروس ذا سي ان اس اتفهمت. علشان الامبلس تعدي من خلال السي ان اس على السباينال كورد، او لو الامبلس رايحه من خلال كرينيال نيرف وتعدي البرين سيل، الوقت ده بقول عليه ايه؟ سنترال ديلي او ريديوس ريفلكس تايم. طيب احسبه ازاي؟ السنترال ديلي او الريديوس ريفلكس تايم هو عباره عن ايه؟ هقوم حاسب الوقت اللي انا خدته في السكه كلها اللي هو التوتال ريفلكس تايم، اطرح منه مجموع الوقت اللي كان قبل الريلي واللي كان بعد الريلي، صح ولا لا؟ اللي كان قبل الريلي اللي موجود في الافرنت نيورون، واللي كان بعد الريلي اللي موجود فين؟ في الافرنت مع الليتر بيريود بتاع المصدر. طب ايه اهميه اكتب ويشلي بعد وجع دماغ وبعد كل سنترال ديلي وتوتال ريفلكس تايم؟ طب اهميتها ايه؟ ايه اهميه ان انا اعرف السنترال ديلي؟ هل لها اهميه؟ طبعا لها اهميه. خدنا المره اللي فاتت في الدي ان اس كيو، خدنا في الكيميكال ساينابس ان في حاجه اسمها ساينابتك ديلي. مش خدناها يا جماعه؟ الساينابتك ديلي نورمالي قد ايه؟ نص كيلو متر في الساعه ولا نص ايه؟ نص ملي ساعه. نص يا جماعه ولا 5 من 10؟ 100 ضرب ايه؟ في 2 1، 5 من 10 ملي سكند. ده ايه؟ السينابتك ديلي. فخلي بالكم بقى، لو انا عرفت الريديوسد ريفلكس تايم او السنترال ديلي لقيتها 5 من 10 ملي سكند، معناها ان في 1 سيناس، معناها ان الريفلكس ده ايه؟ مونو سيناس، صح ولا لا؟ طب افرضوا ان انا لقيتها مثلا 1 ملي سكند. لا طب قولي سينابتك هتسالها ازاي بمنتهى البساطه؟ يقول لك ويتش وان اوف ذا فولوينج ريفلكسز هاز اسنترال ديلي اوف 5 من 10 ملي سكند. العنجليزي الله يرحمه ما كتبش حاجه، لا عنجليزي نص الكلام عربي ونص انجليزي. بص يا جماعه، لو قال لك جاب لك شويه ريفلكسز على سبيل المثال، قال لك بروتكتيف بوستورال ريفلكس، بلانتر ريفلكس، بروسبكس تنسر ريفلكس، الكلام ده اللي اتكلم عنه النهارده، وقام جايب لك من ضمنهم ستريتش ريفلكس. هو المستهدف، هو المستهدف. وانتوا بتتفرجوا يا جماعه، يبقى اول فايده قدرت اعرف التايب اوف ذا ريفلكس، هل هو مستهدف ولا بولي سينابتك. تاني حاجه عندي، انا عارف ان الوان سينابس بيحصل فيها ديلي مقداره 5 من 10 سكند، ملي سكند. طيب لو عرفت السنترال ديلي على سبيل المثال هنا، قال لك ان السنترال ديلي 2 ملي سكند، اقدر اعرف النمبر اوف سينابسز؟ طبعا. هقسم ايه على ايه؟ النمبر اوف سينابس بيساوي السنترال ديلي على السينابتك ديلي. فعلى سبيل المثال لو قال لي كان السنترال ديلي 2 ملي سكند، فان عدد السينابس يبقى كام؟ يبقى هقسم 2 على نص يديني كام؟ 4 سينابس. اسيبها نسكت كده، ممكن اسيب كده، ايه المانع؟ يقول لك اذا كان السنترال ديلي 1 ملي سكند، فإن النمبر اوف سينابسز يبقى كام؟ 1 على نص، يعني 10 على 5، يعني كام؟ 2. وضحت الصورة يا جماعة؟ كلام كويس. يبقى التوتال والريديوسد ريفلكس تايم تاني تكرار في عدد الشطار. قلت إيه؟ أعرف ديفينيشن للتوتال ريفلكس تايم. ثم الفيسز أو الكومبوننتس بتاعته. هو ايه اللي مكون له؟ ثم اتكلم على السنترال ديلي غايه في الاهداف سيل كتير جدا. او الاسم الدلع بتاعها الريديوسد ريفلكس تايم. اعرف لها ديفينيشن، اعرف لها ازاي تتحسب الايكويشن بتاعها ده، واعرف لها اهميتها ايه؟ وعرفت اهميتها ممكن اعرف التايب اوف ريفلكس، ممكن اعرف النمبر اوف سينابسز. التكرار بيعلى مين؟ الشطار. قولوا لي بقى اللي احنا قلناهم لحد دلوقتي ريفلكسز روبرتس، اول روبرت كانت ايه؟ كانت ايه؟ يوري دايركشن شطار. تاني واحده سبيسيفيسيتي او لوكاليزيشن. تالت واحده التوتال ريفلكس تايم اند ريديوسد ريفلكس تايم، عشان حطهم مع بعض عشان ما تنسوش. توتال اند ريديوسد ريفلكس تايمز، كلام كويس. الصفه اللي بعد كده حاجه اسمها الراديشن. واحده ماشيه بقى في البيت، ماشي حافل في البيت مثلا، او واحد هو ماشي في البيت كده صدفه ان كان موقع قلم ولا موقع حاجه زلطه صغيره او طوبه صغيره على الارض، ف
فجه يمشي او كانت اي حاجه صغيره كده مقزقزه شويه كده محطوطه او لبست قلم او غيره داس عليها فجاه. عملت له ماينور بين بنت بسيط. رد فعله ايه؟ مجرد فليكشن اوف بيك تو. لانه قلم بسيط قوي. يعني البيك تو تلاقيه حصل فيه فليكشن كده. خلاص يا جماعه؟ طيب. افرضوا بقى وهو ماشي كان زي ما قلنا اتخوف وراح عمل لنفسه كوبايه شاي فالكوبايه وقعت منه اتكسرت فهو ماشي يا دوبك رجله لمست حرف مكسور من الازازه من الكوبايه فبدات تغزه عملت له ماي مودريت بين الم ازيد شويه فرد فعله ايه؟ هتلاقيه فجاه نزل بجسمه كده عمل فليكشن يحاول ايه؟ يحمي نفسه عشان ما ينزلش بوزنه يعني تحاول تعمل فليكشن كده وايه؟ وفريكشن بتبص لمس حد بحيث انك تشيل رجلك شويه يحصل ايه؟ يحصل فريكشن ات ذا انكل فريكشن ات ذا ايه؟ ذا ني فريكشن ات ذا هيب جربوا كده تلاقيها بتحصل معانا يا جماعه تعمل فريكشن وترفع رجلك دي طيب لو انت ماشي لابيك ولا عليك بقى وايه؟ وسرحان يعني قال انت ما بتعرفش تذاكر الفسيولوجي قال لو انت ماسك الكتاب وماشي في الشقه قال قاعد تذاكر قال يعني خلاص؟ ما انتش ماسك الفيسبوك اي كاميرا ريسبونسز وانت ماشي ترد على ده منهم اللي ده ضيعونا السلام احنا شكلنا مش معديين الناس دي مفتريه صح الكلام؟ ما علينا انت دلوقتي ماشي لا دخل عليك في الشقه وقام داخل الاسمنت ده سيفير بيه رد فعلك ايه؟ ده انت داخل حته صغيره هدوس اكتر عشان يكمل ولا هتلاقي نفسك رفعت رجليك ووقفت على الرجل الثانيه؟ مش ده اللي بيحصل يا جماعه؟ لو سيفير بين بقى لو وصلت لدرجه ان الدبوس دخل في رجلك ما انتش هتكمل عليه. لا انت هتقوم رافع ده وتقف على الرجل الثانيه، مش ده اللي بيحصل؟ ده بقول عليه كروست اكستنسور ريفلكس. بصوا على الصوره دي عشان اتكلم على الصفه دي انا بديكم المقدمه دي. الصوره دي واحد ابن حلال ده بقول عليه ماشي حسب. الكوبايه كانت مكسوره، الكوبايه ازاز مكسوره اهي. فداس عليها بتقله فجزء منها اتجرس في رجليه عمل سيفير بين. رد فعله ايه؟ على الاكسيلاترال لينك من الاكسيلاترال يعني اون ذا سيم سايد. في الرجل اللي في نفس الاتجاه عمل فليكشن ات. ها؟ انكل ات مي ات هيب. رفع رجليه علشان ندش على البلفور ستيمولس تاني صح ولا لا؟ لكن الرجل التانيه حصل فيها ايه؟ كروست اكستنسور حصل فيها اكستنشن. يبقى الايراديشن بيقول ايه؟ اما كان ستيمولس ضعيف ادى ريسبونس. اما بقى اقوى شويه ادى ريسبونس تاني. اما بقى اقوى اكتر ادى ريسبونس تالت. يبقى معناها الريسبونس بيزيد مع زياده الانتنسيتي اوف ستيمولس. صح ولا لا؟ يعني خلي بالك اسمك ايه؟ امير. لو جه حد كده وجه كان لسه هيشكها فلقى الدكتور بص قام باعت ايده. هي هتتاثر ولا هتتحرك؟ ما اصلا ما تشككش. صح ولا لا؟ طيب شكه صغيره ممكن تتحرك كحاجه بسيطه. طب بقى لو الدبوس اتغرز ده تقوم تصرخ. صح ولا لا؟ يبقى رد الفعل اتغير نتيجه تغير الانتنسيتي اوف ستيمولس. يبقى الاريتيشن بيقول ايه؟ ركزوا. يهمني فيها حاجة ثلاث حاجات. اول حاجه ديفينيشن ثم الميكانيزم ثم اكزامبل. الديفينيشن بيقول ايه؟ بالكلمتين اللي انا قلتهم The extent of the reflex response depends upon the intensity of the symptom. واضحة جدا يا جماعة. أنا دلوقتي هل أما أنا دلوقتي إيه خدت المحاضرة معلش؟ إيه خدت المحاضرة؟ روحت أنت المحاضرة بعد وأنا في العربية مسكت المحاضرة ريفلكس أكشن والشيطان شاطر في الحالة دي أو بقى يعني. الشيطان يحسسك إيه؟ يوهمك إنك فاهم كل حاجة. خلاص من الأول كده لما يكون عندك براح من الوقت مش طالع حساب قال له بص اه انت بتتكلم انا فاهمها طب ودي طب جميله اهي سهله طب دي ده تكون سهل قوي ما شاء الله انا كنت سمعتها بتبقى كده فيه طب دي ده الله ده المحاضره حلوه روحها الشيطان يقنعها ان انا مش محتاج بقى تذاكر ما فاهمه المحاضره وسمعتها وما اعرفش ايه وبعدين انت نفذتها كويس قوي هاجي على قبل الامتحان بيوم ولا حاجه وهسيب الموضوع ده انا مش محتاج بقى اذاكر انا فاهماه تيجي يومها بقى يوم الامتحان قبلها باسبوع كتب كتير مثلا والصفحة كتير اجي على البتاع ده كنت فاهمها حلو اجي اذاكر صفحه خدت لها ساعتين وانا عندي مثلا ايه 250 صفحه خلاص خلاص اللي ذاكر ذاكر من زمان انا غلطان الشيطان ده يقول لك ايه يا اخي
ما تضيعش الوقت، ما تضيعش نفسك، انت ما لحقتش تذاكر. اجل الماده دي بقى اذا كانت تنفع تتاجل وابقى ادخلها ما اعرفش فين. والله خلاص يعني لو ذاكرت 5 صفحة، ذاكرت 10 20 صفحه يعني وهم 250 صفحه يبقى مش ناجح برضه، في اسئله صح؟ ما تذاكرش، ركز على اناتومي بقى. ما تبصش دي ركز على اناتومي، تقعد على اناتومي نفس الكلام في الاخر تقول لك فطريقك مسدود ومسدود. فعشان خاطر ما تديش فرصه للشيطان. انا دلوقتي لما مسكت انا سمعت يعني انا سمعت المحاضره. ايه المانع هو وانا في الطريق وانا بعد المحاضره كده وعندي ربع ساعه وقت، كان انا الكلام ده واحنا طلبه زيكم كنا بنعمله. لو بين المحاضره والثانيه ربع ساعه، نص ساعه، نص ساعه، لو بعد السكشن فضل نص ساعه، يا جماعه مش هقول لك في ورقه قلم وذاكر، في جريمه قلاها على بيرة. كنت لسه سامعاها. خلاص؟ قراية على بيرة. وبعد ما تروحي ذاكرها بضمير. اللي ذاكرها بضمير بالورقه والقلم واكتب ملاحظات عليها. صدقوني لو ذاكرتها بضمير مره هتفقد بسهوله، يعني هتتنسي بصعوبه قصدي. يعني هتقعدوا وقت طويل. لا يا جماعه انا مش بصدقها في وشكم يا جماعه. هتفقد بصعوبه، هتفقد بصعوبه. ما ايه؟ لما ذاكرها بضمير هتثبت ومش هتفقد بسهوله. اضحك بسهوله يا جماعه نصيحه. ما تخليش الشيطان يخدعك. خلاص؟ يبقى ان هو الاكسيتنت اوف ذا ريفلكس ريسبونس بيعتمد على الانتنسيتي اوف ستيمولس. اما اقعد اعمل ريبيتيشن المعلومه تثبت، اما اقوي الستيمولس الريسبونس يبقى قوي جدا. طب السؤال هنا يا سيدي انت داوشني وقاعد تقول لي ايه؟ ان البينفول ستيمولس هيعمل لي فليكشر في وان لم واكستنشن في الكونترولاتر. طب تيجي ازاي دي؟ حد يقدر يفسرها لي يا جماعه؟ ازاي؟ مش انا لسه قايل الريفلكس اركي في حاجه اسمها انتر نيرون صح؟ الانتر نيرون دي قال لك انا اهو ادى الافرنت نيرون اهو. بصوا يا جماعه الافرنت نيرون المفروض اللي بالاحمر ده ادى الافرنت نيرون الاحمر ده الاصفر الاصفر اهو طلع فوق اهو هتلاقي في انتر نيرون الوان سنجل افرنت نيرون اهو راح عمل ستيميليشن لايه؟ لتو سيتس اوف انتر نيرونز لتو انتر نيرونز One is excited للإبسيلاترال فليكسورز فتعمل في بروتكتيف وذدرول في الإبسيلاترال سايد. الإنتر نيرون الثانية انهبيتوري لمين؟ تاني ده العكس. بصوا يا جماعة تاني بالراحة. أنا عندي دلوقتي إيه؟ أفرنت نيرون طلعت من البينفول ستيمولس. هتروح تعمل ستيميليشن لتو سيتس أوف نيرونز. هتعمل للابسيلاترال سايد تعمل له ايه؟ استيميليشن للفليكسورز وبالتالي انهبيشن للاكستنسور بتاع الابسيلاترال سايد فيبتدي يحصل فليكشن صح؟ بروتكتيف وذدرول على الكونترالاترال سايد تعمل انهبيشن للفليكسور بتاعتها وكونتراكشن لمين؟ للاكستنسور فبالتالي يحصل ايه؟ كروست اكستنشن. يبقى تاني تفسير الراديشن ايه يا جماعه؟ كل بمنتهى البساطه ان في ستيميوليشن لتو سيتس اوف انتر نيرونز وان انتر نيرون از فاسيليتاتد تو ذا فليكسورز اوف ذا ابسي لاترال سايد اند ذا اذر انتر نيرون از ستيميولاتري تو ذا اكستنسورز اوف ذا كونترا لاترال سايد. كلام سهل ولا صعب يا جماعه؟ طيب مثال هنا هو مشهور وتسمعوا عنه في الكومبليت ترانسكشن اوف سباينال كورد. لو الحاله بتاعتنا اللي هو واحد خد توقع اكسيدنت او رجع من الدور الثاني او الثالث وحصل له كومبليت ترانسكشن في سباينال كورد وكان الليفل بتاعه عند مثلا وليكن الامبلايكس كده. قال خلي بالك. يجي يعملوا له سكراتش ونايم في السرير ما بيتحركش اللي عنده كومبليت ترانسكشن في سباينال كورد ده يا جماعه زي ما ان شاء الله هناخد بعد كده بيفقد كل الموتور فانكشن بيلوز ليفل اوف فيشن ما يعرفش يحرك الكليف والانتر. خلاص؟ وبيفقد السنسيشن بيلوز ليفل اوف فيشن. بيرمنت ثابته ما بتتحسنش. الريفلكسز بيحصل فيها تغيرات في البدايه بتفقد وبعدين ترجع في ابنورمال فورم. فمن ضمن الريفلكسز اللي هترجع في ابنورمال فورم حاجه اسمها ماس ريفلكس. ماس يعني حاجه غلط حاجه كتير. ايه الماس ريفلكس ده؟ قال لك خلي بالك لو انت مجرد عملت له سكراتشنج بيلوز ليفل اوف فيشن يعني الابدومينال وول او السايد شوفوا الكارثه اللي هتحصل. انا هسيب رسمة صغيرة كده توضح لي الكلام. يبقى هذا الشخص اهو نايم حصل له ايه؟ كومبليت ترانسكشن اوف سباينال كورد وده الليفل اوف ليجر. تخيلوا لو انا عملت له سكراتش يعني مجرد هرشت له بيلوز ليفل اوف ليجر يعني على الانتيرو ابدومينال وول او في الثاي. تخيلوا رد فعله هو ايه؟ تهيئنا الباي لاترال فليكشن
at hip and knee زي ما واضح كده. وهيحصل ايه؟ contraction من anterior abdominal wall وربنا يكرمه يحصل له defecation ومكتوريشن وتلاقي فيه excessive sweating بيعرق كتير بلوز ليفل اوف ليجن بالظبط زي اكن واحد قاعد يعمل حمام وعنده constipation. مش خدنا defecation في الجاي دي يا جماعه؟ امتى ناخدها زي ما كناش خدناها؟ تلاقيك تيجي تعمل في بقى constipation وبقى في امساك والحكايه صعبه خالص هتلاقي تعمل contraction anterior abdominal wall صح؟ وتلاقي في جسمك عرقك مرقك عرقان يعني وتلاقي البلاد بريشر اوسيليت اللي في الحاله دي. تخيلوا بقى المريض ده هو مجرد بتلمس له السكين بس تلمسها له بلوزه ليفل اوف ليجن يحصل له المشاكل دي كلها. دي حاجه كويسه؟ لا نورمال ريفلكس. الماس ريفلكس ده ايه اللي حصل؟ هو اكزامبل للراديشن ريفلكس. واحد يقول لي ده مجرد مايلد ستيمولس، ده ستيمولس ضعيف خالص. ورغم كده عمل ده ازاي؟ انت كلامك متناقض. حد يقدر يفسرها لي؟ لما حصل كومبليت ترانسكشن في السباينال كورد حصل سام سورت اوف ديرفيشن هايبر سنسيتيفيتي. في هايبر سنسيتيفيتي مش طبيعي. مجرد اللمسه دي بالنسبه له وكانها ايه؟ سيفير ستيمولس. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى الماس ريفلكس يعتبر ان اكزامبل اوف ايه؟ الراديشن تمثيل انسيو. ماس ريفلكس از كونسيدرد ان اكزامبل اوف ويجيب لك كذا بروبرتي للايه؟ للريفلكس اكشن يبقى هو اكزامبل للراديشن. يبقى تاني اهو الماس ريفلكس ابيرز فيو مانسز في عقلات الريكفري ان شاء الله ما نيجي ناخد الكومبليت ترانسكشن اوف سباينال كورد بيظهر في خلال ايه؟ شهور من الليجن. في الاول بتبقى الريفلكس كلها فوق كده ده ما هنتكلم ساعتها ان شاء الله. الماس ريفلكس تاني اهو الستيمولس سكراتشنج اني اوف سكين اوف لور ليف اور انتير ابدومينال وول بلو ليفل اوف ليجن. الريسبونس ايه زي ما قلت؟ الرسمه باينه في الكلمتين دول هيتلاقي في فليكشن في اللور ليمبس وفيه ايه؟ ايفاكويشن للبلادر والركه هتلاقي فيه سويتنج وهتلاقي اوسيليشن للارتيريال بلاد بريشر او سوينجينج يعني البلاد بريشر بيعلى وينزل. الكلام ده هيتكرر ويتعاد ويتزاد واحنا بنتكلم في كومبليت ترانسكشن اوف سباينال كورد. تاني تكرار بيعلم مين؟ الشطار. حد يقول لي تاني اول بروجكت خدناها ايه؟ ها؟ اول بروجكت كانت يوني دايركشن شطار. ثالث بروبرتي سبيسيفيسيتي او لوكاليزيشن. ثالث بروبرتي اسمها ايه؟ توتال اند ريديوس ريفلكس سايك. رابع واحده الراديشن. طيب ايه رايكم؟ لما جينا ناخد الكيميكال سايناس مش كان في حاجه اسمها كوفرتس اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن في سنه اولى صح؟ خدنا نيورو ماسكولار ترانسميشن في سنه اولى يا جماعه. في المصر كونتراكشن كان في حاجه اسمها الموتور اند بليد كان فيه نفس سايناس صح؟ خدنا في الكيميكال سايناس المره اللي فاتت في البروبيرتس والسايناكتيك ترانسميشن. مش في حاجه اسمها فاتيك. سبب الفاتيك كان ايه؟ دي كيميكال ترانسميشن كان يحصل له اكزوشن. طب انا بقول دلوقتي ريفلكس ارك بيحتوي على كيميكال ترانسميتر فهيحصل له اكزوشن فيحصل فاتيك. طب برضك وعرف الماء بعد الجهد بالوقت يعني ايه؟ يعني انا قاعد اقول لك بيحصل فتيك علشان ما اعرفش كيميكال ترانسميتر، الكيميكال ترانسميتر يخلص بيحصل. طب ايه هو الفتيك؟ فتيك معناها ايه؟ ديكريز او ديكلاين يعني ايه؟ ان ريسبونس كوزد باي رابيد ريبيتيتيف ستيميليشن اوف ذا ريفلكس. سببه ايه؟ اكزوشن اوف ذا كيميكال ترانسميتر. تاني لو عملت رابيد ريبيتيتيف ستيميليشن اوف ريفلكس هيقل الريسبونس. السبب ايه؟ في اكزوشن للكيميكال ترانسميتر. طب سؤال ممكن يصير ام سي كيو هنا، احنا عارفين الريفلكس في ريسبتور في افرنت خمس زي كده يا جماعه بناخد ريسبتور في ريسبتور في افرنت في انترنيرون صح؟ في سايناس في افرنت في افكتور اورجان. ذا ايرنست بارت اوف ذا ريفلكس ارك تو بي فاتيجد از انهي واحد في دول؟ السيناس السيناس مش احنا بنقول يا جماعه الفليكس ار الفاتيك سببه ايه؟ اكزوشن كيميكال ترانسميتر. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى لو تو بي فاتيك از سيناس. ليه يا ابني؟ لان السيناس دي اللي عندها كيميكال ترانسميتر لما يحصل له اكزوشن هيحصل ايه؟ فاتيك. كلام كويس. واضح الصوره بتاعت ايه؟ اكزوشن يعني مستهلك.
واضحه؟ لان انت واحد بتقول ايه؟ يعني ايه فانكشن؟ خلاص؟ سمعتوش كلمه اكزوشن قبل كده؟ خدنا الدايركت في الليسترا ولا ما خدناهاش؟ اما ناخدها ان شاء الله نعرف ان التايب 2 ممكن يحصل من الكونتينوس ايه؟ هايبر جلايسيميا العاليه دي. الطبيعي ان الهايبر جلايسيميا تعمل ايه في الانسولين؟ تزود الانسولين. لما نيجي ناخدها ان شاء الله. اما ايه؟ اما حاجه تزيد عن الحد تتقلب للضد، اعرفها كده. اما حاجه تزيد عن حدها تتقلب لضدها. انتوا دلوقتي خليكم سادة بس عشان انا حاسس ان في ناس يعني كرهت اللحظه اللي حضرت فيها المحاضره. ركزوا معايا. انت دلوقتي جايين اول السنه، ما انت ما كنتش تعرف زميلتك. فاول مره اتعرفتوا على بعض، قعدتوا مع بعض اسبوع اتنين، حسيت انها كويسه وانسانه كويسه وما اعرفش ايه. بعد شهر كده لقيتها كل ما تجيلك بقى، جات لك في اول يوم واحده تعيط، مالك؟ قعدت بتطبطب عليها، مالك يا بنتي؟ اسكت، ما ذاكرتش يا بنتي، استهدي بالله، هتذاكري ان شاء الله. تاني يوم ما ذاكرتش، انت خدت وقت تاني تطبطبي عليها. كل يوم نفس الكلام، هتلاقي نفسك بعد اسبوع اول ما بتشوفيها تقول لها معلش هذاكر المره الجايه. خلاص؟ بدل ما كنت بتاخد نص ساعه في انك تهديها، لا بدا حصل ايه؟ اكزوشن اكستوبليكتي. فانا دلوقتي ايه؟ زي هنا وزي الانسولين، زي ما تاخده اما الجلوكوز يقعد يطلع ويقعد يطلع انسولون، انسولون خلي بالك، انسولون انسولين انسولون، غيرنا الايه؟ الطب خالص. الانسولين يا جماعه هتلاقي المفروض الانسولين بيطلع لما الجلوكوز يزيد. لا، طب انا قاعد اسوق في الجلوكوز ده او كونتينوس، الخلايا اللي طالعه فين تستحمل؟ هيحصل ايه؟ ما عادش هتطلع بقى انسولين. نفس الكلام هنا، انت قاعد كانك ريبيتيف فاليد ستيميشن، فهيحصل ايه؟ الكلمه الانسولين ده هيستنفذ، صح ولا لا؟ لان حاجه لها طاقه، صح؟ فيحصل فتيل. يبقى اول صفه تاني تكرار بيعادها مين يا جماعه؟ الشطار. وبعد كده الكيميكال ترانسميتر طلع بعد سلو ريليز ريبيتيشن فادي اكزوشن. الصفه ديت بناخد ريست ايه؟ 3 4 دقايق 5 دقايق. قبل ما نبدا في الصفه دي، هي مش هتاخد وقت. نفتكر مع بعض تاني، انا بحب اقول وعيد بس عشان ما تنسوش، عشان انتوا تبقوا خارجين حافظينها. اول برورتي كانت ايه يا جماعه؟ يوني دايركشنال او لو اوف فورورد ايه؟ فلو او دايركشن. تاني حاجه سبيسيفيسيتي او لوكاليزيشن. تالت صفه اسمها ايه؟ توتال اند ريديوسد ريفلكس تايم. رابع حاجه الراديشن. خامس حاجه شطار. سادس حاجه ريسيبروكال انرفيشن. انرفيشن يعني تغذيه عصبيه، مش احنا عارفين كده يا جماعه؟ ريسيبروكال يعني ايه؟ يعني عكسيه، زي الدايركت ريليشن او حاجه زي كده، حاجه عكسيه. يعني ايه ريسيبروكال انرفيشن؟ انا خلي بالك كان خدنا في السن في الكارديو باسكولار السنه اللي فاتت يا جماعه، كان في حاجه اسمها كاردياك اكسلراتوري سنتر وكاردياك انهبيتوري سنتر. فاكرين الكلام ده يا جماعه؟ كان اما الكاردياك سيميلاتوري سنتر يشتغل، الكاردياك انهبيتوري ايه؟ ما يشتغلش. خدنا في الاسبيريشن كان في حاجه اسمها انسبيراتوري جروب اللي هو الدورسال اسبيراتوري جروب، وحاجه اسمها اكسبيراتوري جروب اللي هي الفنترال ريسبيراتوري جروب. كانت واحده تشتغل تعمل انهبيشن للثانيه، صح ولا لا؟ وكنا بنقول بينهم وبين بعض حاجه اسمها ريسيبروكال انرفيشن. يبقى الريسيبروكال انرفيشن تعني ايه؟ انا دلوقتي يا جماعه هديكم مثال عشان نقدر نطلع ديفينيشن. زميلكم يا جماعه اما تشكت الشكه كده عملت ايه؟ عملت بروتكتيف فليكشن مزدروا، صح؟ عملت فليكشن للليمب كده. طب علشان اعمل الفليكشن ده مش محتاج ان الفليكسور تشتغل والاكستنسورز يحصل لها انهبيشن، صح ولا لا؟ انت دلوقتي لما يكونوا اثنين ايه؟ مصارعين او اثنين بيلعبوا ماتش كوره، فرقتين بيلعبوا ماتش كوره وفرقه قويه جدا وفرقه ضعيفه جدا. لو العداد بيعد والاجوان بتيجي كتير، صح ولا لا؟ لكن لو فرقتين بنفس القوه هتحس ان الاثنين عاملين زي المصارعين الاقوياء جدا اللي ايه؟ قاعد طول الوقت شايفينهم قاعدين، كل واحد عارف خط الدتان فبيتجنبه، فانت مش حاسس بحاجه، صح ولا لا؟ مفيش ايه؟ مفيش اكشن في الموضوع. فنفس الكلام لو الاكستنسور والفليكسور حصل لهم كونتراكشن سيمنتيس، هيحصل ممكن؟ يحصل. فالريسبروكال انرفيشن بيقول لك خلي بالك في الريفلكس كونتراكشن اوف وان جروب اوف مصر اكومبانيد باي ريفلكس انهبيشن اوف هيتس انتاجونستيك جروب اوف مصر. علشان ايه؟ ايه الهدف؟ تو فاسيليتيت موفمنت. انا عايز احرك رجلي، اتحرك اهو. علشان اتحرك وامشي المشي بتاعي ده للسبنج ريفلكس محتاج اعمل فريكشن هنا واكستنشن في الناحيه الثانيه. الفريكشن ده محتاج اعمل لهم كونتراكشن فيحصل فريكشن والاكستنسور في نفس الوقت اعمل لهم انهبيشن، صح ولا لا؟ قال لك الريسبروكال انهبيشن بتنطبق على كل الريفلكسز بلا استثناء ما عدا استثناء واحد بس. اسمه حاجه اسمها
بوزيتيف سبورتنج ريفلكس. ايه البوزيتيف سبورتنج ريفلكس؟ وانا واقف كده قدامكم وزني كله ضاغط على السولز ذا فود، صح ولا لا؟ عارفين السولز ذا فود؟ طيب انا وزني كله طوله كله على السولز ذا فود بيعمل ايه؟ قال لك بيعمل ستيميوليشن للبوز فليكسوس اند اكستنسوس تو كونتراكت سيمتينيسلي، نفس الوقت. يعني وانا واقف دلوقتي الفليكسورز بتوعي فيهم كونتراكشن والاكستنسورز فيهم كونتراكشن. الكونتراكشن في الاثنين هو اللي مخليني واقف كده والصالب طولي، مهم جدا في الايكوليبريا في الاتزان. يبقى البوزيتيف سبورتنج ريفلكس اللي هو ريفلكس كونتراكشن اوف بوث فليكسورز اند اكستنسورز اوف ذا لور لمب ان ريسبونس تو كومبريشن باي بادي ويت اون ذا سول اوف ذا فوت، ده ذا اونلي ريفلكس ذات doesn't obey reciprocal. دي ممكن اسيب حته سكيورز بالطريقه دي. يقول لك which one of the following reflex doesn't obey reciprocal innervation؟ ويقول لك بقى يجيب لك مثلا ايه؟ protective withdrawal reflex مثلا، اي حاجه بقى اي reflex ثانيه، ويجيب من ضمنهم بعد كده مين؟ البوستر سبورتنج ريفلكس. وضحت الصوره؟ الكلام سهل ولا صعب يا جماعه؟ سهل. حته صغيره لحظه بس ديت، ركزوا معايا خلاص يا جماعه. في جزئيه صغيره قوي في السلايد ديت المفروض نفهمها والمفروض نبقى عارفينها وواضحه في الصوره. الصوره قدامي ديت بتقول ان ده بروتكتيف ويزدرور ريفلكس. واحد اهو ده هو اللي عليه اللي ايه بيفكر يسخن كوبايه شاي ولا لبن ولا اي حاجه من ديت، اتلسع فبعت ايديه بروتكتيف ويزدرور. عشان يبقى ان دي لازم يبقى فيه كونتراكشن للفليكسور وريلاكسيشن في الاكستنسور. السؤال هنا عشان لو حابة حد يهزر معاك في الشفوي او لو سالت لك يا شورت ايه الميكانيزم بتاعته؟ نفس بصوا يا جماعه اما تيجي تتسال في الريفلكس في الريفلكس ريسبونس او الريفلكس اكشن عن ميكانيزم اي جيوغرافي، وانا مغمض ارجع للريفلكس وافتكر ان في ممكن في حاجه اسمها انترنيرون، صح؟ فلما اجي اقول لك الميكانيزم هنا ايه؟ بتعتمد على وجود انتر نيرون في الريفلكس الاعصاب. فانا عندي على سبيل المثال البيلفول ستيمولس، انا فاكرين حالا لما كنت بقول لك في ايه؟ في تو سيتس اوف انتر نيرونز. وانا بتكلم في البروست اكستنسور ريفلكس اللي هي الصوره اللي فاتت دي. ده اسمه ايه؟ ده اكسيلاترال بروتكتيف ويزدرور ريفلكس وكونترا لاترال كروست اكستنسور. كروست اكستنسور يعني في اكستنشن على كونترا لاترال سايد. كنت بقول لك الميكانيزم بتعتمد على ايه؟ على في تو سيتس اوف انتر نيورونز. وان انتر نيورون تعمل ستيميليشن للاكس لاترال فليكسورز، والاذر انتر نيورون بتعمل ستيميليشن للكونترا لاترال اكستنسور. مش ده الكلام اللي احنا قلناه؟ الكلام ده هينطبق على الريسبروكال انرفيشن. ركزوا الله يكرمكم، لو اي حاجه وقفت معاكم اسالوني، انا بتصل جدا جدا من حديثي. انا ما ازعلش ولا اتضايق، بس المهم الماده عندي ايه؟ عايز اسال علشان اعرف، مش اسال علشان اتفلسف. اتضايق جدا واحد يسال عشان يتفلسف. خلاص؟ فهنا هو انا عندي تو سيتس اوف انتر نيرون اهو. الافنت نيرون ده هي اللي بتلزق ده ايه؟ راحت عملت استيميليشن لهم. واحده فيهم عملت استيميليشن للفليكسوس. صح؟ والانتر نيرون الثانيه عملت انهيبيشن للاكستنسورز. فالنت ريزلت ايه؟ ان يحصل فريكشن. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى الميكانيزم بتاع الريسبروكال انهيبيشن عرفت ديفينيشن، عرفت ميكانيزم، عرفت اكسبشن. ديفينيشن سهل. الريفلكس الاقي ان فيه اجونستيك جروب اوف ماسل كونتراكت، الانتاجونستيك بتاعها ريلاكس. الاكسبشن البوست سبورتنج ريفلكس. الميكانيزم بتاعته وجود الانتر نيرونز، في تو سيتس اوف انتر نيرون، الافرنت بتعمل استنيشن للاثنين. واحده من الانتر نيرون از فاسيليتاتور او ستيميولاتور للفليكسورز، والثانيه انهبيتور للاكستنسورز. الحته دي كنا عديناها فقلت اقولها تاني. واضحه ولا صعبه يا جماعه؟ طيب التكرار بيعلم مين الشطار عشان داخلين على صفه غايه في الرخام. بس محتاجه فهم وسهله لو فهم. نقولهم تاني، اول واحده كانت ايه؟ يوني ثم اسمها ايه؟ سبيسيفيسيتي، ثم توتال اند ريديوسد ريفلكس تايم، ثم الراديشن، ثم فتيج، ثم اسمها ايه؟ لسه قايلينها الزيكوكا انرجيشن. خدوا نفس عميق بقى عشان يفهم الايه؟
الصفتين الثلاثة الجايين اللي ورا بعض دول مرتبطين ببعض. حاسس حاجة اسمها اكسيتيشن فيلد ديشارج زون اند سبليمينال فرينج. يعني ايه الكلام ده؟ خلي بالك. اتفقنا ان الريفلكس ارك فيه افرنت نيرون رايح في اتجاه السباينال كورد او السي ان اس، صح الكلام؟ احنا بناخد في المحاضره اللي فاتت وانتوا بتاخدوا الكيميكال ساينات عرفتوا ان البري ساينابتيك نيرون بتيجي على الفاك سايد اوف ساينابس وبيحصل تغيرات فيه. استراكشرال تشينجز ات سايد اوف ساينابس كان من ضمن التغيرات ايه؟ اللي بيحصل برانش، صح؟ كان ممكن ل 1000 برانش. قريتوا كده يا جماعه؟ طيب قال لك دي السنسوري نيرون، لارج سنسوري نيرون اللي هي الافرنت نيرون. اما دخلت السباينال كورد حصل لها برانشنج اهو اتفرعت. قال السنسوري نيرون اهي خلاص يا جماعه، اما دخلت على السباينال كورد اتفرعت بالشكل ده كده. طب هي بتتفرع ليه؟ علشان تعمل سينابس مع اذر نيرونز سواء انتر نيرون او افرنت نيرون، صح الكلام يا جماعه؟ طيب لو هي عملت سينابس مع الانتر نيرونز دي يبقى وان لارج سنسوري نيرون والماكسيمال ستيميوليشن يعني الطاقه القصوى بتاعتها عملت ستيميوليشن لكل البوست سينابتيك نيرونز دي. كل البوست سينابتيك نيرونز ده هي بيعتبروا حاجه اسمها اكسيتيشن فيلد. انتوا عارفين لما واحد يكون داخل انتخابات يقول لك دي الدايره بتاعته. يعني ما يكونش واحد مثلا داخل دايره الانتخابات يروح يعلق لوح ويعمل ايه؟ ويعمل جلسات وندوات مثلا في مضغم. الناس يقولوا عليه ايه؟ مجنون، ده مش ده مش المحيط بتاعه، ده مش المجال بتاعه، صح ولا لا؟ لكن ديت المجال بتاعها اهو دي اللارج سنسوري نيرون. المجال بتاعها اللي هو ايه؟ المكان اللي بتعمل فيه سينابس مع النير باي نيرون، صح الكلام يا جماعه؟ يبقى اما اقول يعني ايه اكسيتيشن فيلد؟ الاكسيتيشن فيلد هو عباره عن النيرونز اللي بتعمل سينابس مع مين؟ مع البرانشز بتاعت مين؟ اللارج سنسوري نيرون. ده بيتقال عليها اكسيتيشن فيلد. طيب ركزوا معايا. ايه رايكم؟ واحنا قاعدين حتى في المدرج هنا كده وبنشرح. ممكن تلاقي واحد ايه؟ شايفين يا جماعه؟ اسمك ايه مثلا؟ أما أسماء قريبة، فأنا قاعد كل شوية أسأل. أنا أسماء، طب اسمك إيه؟ طب قاعد أسأل وقاعد أتجاوب وأدي أمثلة. هل ديت هتبقى مركزة؟ لأنها خايفة، خلي بالك ممكن تبقى عرضة إن أنا أسألها. فهتلاقي خايفة وحريصة ومركزة عشان ممكن تتسأل، أو ممكن في لحظة ما تكون سرحانة بقى أقول اسمك إيه؟ تكون إيه؟ بتعد النجوم، صح ولا لأ؟ هتلاقيها مركزة. هتكون زي واحد أو واحدة قاعدة في الآخر وقاعدة في عالم تاني. يا ترى أنا ما رديت، ما شفتش الفيسبوك النهاردة، يا ترى حصل فيه إيه؟ طب انا ما اعرفش انك فطرتش كويس، طب يا ترى هتغدى ايه النهارده؟ صح؟ تفرق؟ دايما المثل بيقول ايه؟ البعيد عن العين بعيد عن القلب. فانا عندي دلوقتي يا جماعه ده المدى، المدى ده الاكسيتيشن فيلم. لكن النير باي نيرونز اللي هم السنترال نيرونز اللي بالازرق دول، دول قريبين قوي اللي بيريسيف ميني كولاترس من هذه الايه؟ اللارج سنسوري نيرونز. الكولاترالز الكتير اللي توصل لها تخلي في كيميكال ترانسميتر بكميه كبيره تطلع، يخلي ان يحصل سميشن للريسبتور بوتنشال. الاكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال يحصل له ايه؟ سميشن. مش احنا خدنا يا جماعه المحاضره اللي فاتت في حاجه اسمها ايه؟ بوست سينابتيك بوتنشالز، من ضمنها حاجه اسمها اكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال، وكنا بنعرف ايه البروباتس بتاعته ان هو ايه؟ يحصل له سميشن ولا ما يحصلوش؟ يحصل له. وبيقول اورنادو ولا مالوش؟ مالوش. يعني طالما يحصل له سميشن يبقى دونت اوبي اور دازنت اوبي اورنادو. فانا دلوقتي السنترالي لوكيتد بوست سينابتيك نيرونز بتريسيف ميني كولاترالز سفيشنت فور ات تو ريتش ذا فايرنج ليفل، فتعمل ديستشارج الامبلس، توصل للاكشن بوتنشال فتطلع امبلس، فيقولوا عليها ديشارج زون. يبقى الديشارج زون هما السنترالي لوكيتد بار اوف ذا ريسبتيف فيلد. وديشارج امبلس ليه؟ لان في ما بتريسيف ميني كولاترز كافيه انها توصلها للفايرنج ليفل. طيب البعيده بقى للسبليمينال فرنج، فرنج يعني على الاطراف او الحرف. سبليمينال يعني اقل من الكافي ان يعمل اكشن بوتنشال. اللي على البريفري دول الكولاترز اللي بتوصل لهم والكيميكال ترانسميتر اللي بيطلع عندهم قليل.
ما بيوصلهمش للفايرنج ليفل. زي طالب مثلا وليكن النجاح المفروض مثلا من 50 درجه، هو جايب مثلا وليكن 48. يا جماعه اديني درجتين اعمل ايه؟ ربنا اللي بيرحم شكلها دماغه. وضحت الصوره؟ يبقى ايه؟ ما عداش. طيب يبقى تاني السبلينال فرنش هي عباره عن البريفرال لوكيتد بارت اوف ذا اكسيتيشن فيلم ريسيف ليس كولاترالز. بيحصل له ايه؟ هل بيوصل له للفايرنج ليفل؟ لا. كلام كويس. يبقى الثلاث صفات دول نعرفهم زي اسامينا، ان في حاجه اسمها اكسيتيشن فيلم اللي هو المدى بتاع الاستيميليشن بتاع هذه الافرنت نيورونز. بتعمل سينابس مع كام نيرون؟ الكام نيرون دول اللي حصل لهم استيميليشن بهذه اللارج سنسوري نيرون بنقول عليها ايه؟ اكسيتيشن فيلم. الاكسيتيشن فيلم جزء منه سنترال، ده نير باي نيرون، بتاخد كولاترالز كتير، بتوصل للفايرنج ليفل، بتعمل بروباجيشن رياكشن بوتنشال، فبتبقى ديشارج زون. البريفرال لوكيتد ديت البريفرال نيرونز ريسيف ليس كولاترالز، ليس كيميكال ريليز، اند نو اكشن بوتنشال برودوس لوكالايز ريسبونس جاست اونلي اكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. يبقى انا عرفت يعني ايه اكسيتيشن فيلم، ديشارج زون اند سبلينال فرنش. ركزوا بقى في الصفه اللي جايه دي، هما صفتين مكتوبين عندكم صفتين، انا حاططهم كصفه واحده لانهم مرتبطين ببعض جدا. حاجه اسمها فاسيليتيشن او اسم الدلع بتاعها ريكروتمنت. ريكروتمنت يعني حاجه ايه؟ تزيد. اوك او واوكلوجن. ركزوا معايا في النقطه اللي جايه دي علشان اعرف يعني ايه فاسيليتيشن ويعني ايه اوكلوجن. لو انا عندي لارج سنسوري نيرون اهي اللي هي ايه؟ بصوا على الجزء الفوقاني هنا، انسوا اللي هنا، بصوا على الجزء الشمال بالنسبه لكم، ده الشمال اهو. فوق كده ده الاكسيتيشن فيلد بتاع لارج سنسوري نيرون اسمها ايه؟ زي ما اتفقنا لها سبليمينال فرنج اللي هي المربعات دي، ولها الشارج زون اللي هي السنترال لوكيتد اللي هي النجوم دي. احسبوا معايا عشان النقطه دي مهمه جدا. وتتسال امسكوها هتكون نمط تتسال ازاي؟ لو جينا نعد السبليمينال فرنج هنا كام؟ ده 1 2 3 4 5 6. يبقى ايه؟ لها 6 سبليمينال فرنج. ولها كام ديشارج زون؟ 4. في اكسيتيشن فيلد النيرون ثانيه كبيره في الريحه الاولانيه اسمها لارج سنس نيرون بي. كام؟ السبليمينال فرنج بتاعها كام؟ ده 1 2 3 4 5. والديشارج زون كام؟ 4 برضه. طيب. قال لك خلي بالك بقى من النقطة اللي جاية دي. لو أنا عندي تو لارج سنسوري نيرونز والاتنين قريبين من بعض وعملت ستيميليشن لكل واحدة فيهم ماكسيمالي سيبك واحدة، يعني الأولانية عملت لها ستيميليشن فكانت النتيجة دي. إن في ديشارج زون وسبلينا الفرنج بالشكل ده. التانية ما عملت لها ستيميليشن لوحدها كانت النتيجة كده. طيب افرضوا بقى ان انا لو جيت على التو لارج سنسوري نيرون ده هما وعملت لهم استيميشن كده. الحته دي رخمه جدا بس حلوه ولذيذه لو اتفقنا. لو عملت ايه؟ ماكس سيمتينس استيميوليشن للتو نيرونز ات ذا سيم تايم. يعني لو التو لارج سنسوري نيرونز ده هما اللي هما قريبين من بعض دول عملت لهم ماكسيمال استيميوليشن ات ذا سيم تايم اللي هي سيمتينس، عندي احتمال من ثلاثه. يا اما الاكسيتيشن فيلد بتاع الاثنين يبقوا بعاد عن بعض وما يحصلش اوفرلاب، صح ولا لا؟ الاحتمال الثاني ان ممكن يحصل اوفرلاب، بس يحصل الاوفرلاب فين؟ عند السبليمينال فرنج اريا. الاحتمال الثالث ان يحصل اوفرلاب، بس يحصل الاوفرلاب فين؟ في الديشارج زون. اقدر اعرف حصل الاوفرلاب ازاي؟ قال لك اه، لو انا جيت حسبت وشفت الديشارج زون في الثلاث حالات هقدر اعرف. يعني على سبيل المثال الحاله الاولانيه دي ما حصلش فيها اوفرلاب، ايه اللي عرفني؟ لو انا جمعت الديشارج زون هنا والديشارج زون هنا اجمعوهم هتلاقوهم كام؟ 4 4 8. فهو قال لي ان مجموع الديشارج زون بتاع الاثنين كان 8، يعني معناها نو اوفرلاب. يبقى تاني الحته دي مهمه، لو تو لارج سنسوري نيرونز استيميوليتد سيمتينسلي اند ذا سميشن اللي هو المجموع الكامل ذا سميشن اوف ذا ديشارج زون
for both if stimulated selectively is equal to both if simultaneously. يعني انا لو عملت simulation لكل واحده فيهم لوحدها وبعدين جمعت الدشارج زون بتاعتهم لقيتها رقم وليكن 8 وجيت عملت simultaneous stimulation وجيت اجمع الدشارج زون لقيته زي ما هو 8 يبقى معناها نو اوفرلاب. طب الحاله الثانيه حصل اوفرلاب فين؟ في الدشارج زون. فاكرين ايام زمان في ابتدائي كان في حاجه اسمها شكل فيل؟ 16 ايه الناس اللي بتذاكر؟ ايه هو شكل فيل ده؟ سيكتور. قال لك بقى هناخد ايه مجهود بتذاكرهم وبتعملهم ها؟ هتقوم سيكتور ما حدش قال تاني، مين اللي قال انه عارف شكل فيل؟ عيلتين كده ها؟ اه شفت دي مش خايفه من العيله. بس يعني ما تروحي كده غير لقيت الكرسي وما اعرفش ايه وادعي كده ربنا يحفظك. خلاص؟ انا عارف ان اللي فيه يعني خلاص خلصت الطفل رايحه تذاكر شكل فيل. ركزوا يا جماعه. شكل فيل ده شكل اهوت مثلا لو في اوفرلاب هنا. لو انا قلت لك مثلا لما كنت بتاخده في ابتدائي وحضانه قلت لك مثلا وليكن هنا دي واحد. هنا مثلا اربعه. هنا خمسه. هنا ثمانيه. هنا ثلاثه. ودي مثلا سين ودي صاد. يقول لك سين لوحدها مش ده الكلام ده يا جماعه؟ السين عباره عن واحد واربعه وخمسه. صح؟ الصاد عباره عن خمسه وثمانيه وثلاثه، اجمعها نحولها حساب اهو. هنا المجموعه الشامله، صح؟ شيل. ذاكروا حلوه يا جماعه، يعني تروح وتلاقوا الصغيره بتاعت الصغيره في الابتدائيه الثانيه ابتدائي هات كده وذاكر. المجموعه الشامله بقى هتشمل واحد واربعه وخمسه وثمانيه وثلاثه، صح؟ بصوا يا جماعه. انا دلوقتي لو جيت اشوف هنا لقيت الدشارج زون في بدايه السين واحد واربعه وخمسه، يعني ثلاثه، صح ولا لا؟ جيت اشوف الصاد لقيتها 3 و5 و8 يعني 3 المفروض لما اجمعهم على بعض يبقوا 6 يبقى مفيش اوفرلاب. لكن لو حصل ان الاوفرلاب في الدشارج زون في واحده اهي اجمعوهم على بعض 1 2 3 4 5 اقل من 6 ولا لا؟ يعني معناها لو لقيت الدشارج زون مجموعهم لو عملت سيمنتينيوس ستيميوليشن لتول لارج نيرباي نيروز اقل من مجموعهم سيمنتي يبقى في اوفرلاب، الاوفرلاب ده فين؟ وضحت في الصوره يا جماعه؟ في اي مشكله كده؟ كلام كويس. طيب يبقى هنا هو لما جمعتهم لقيتهم سبعه معناها في اوكلوجن او كلمه اوكلوجن تعني ايه بقى؟ ان في اوفرلاب فين؟ في الدشارج زون. اوكلوجن معناها ان الدشارج زون قلت مجموع اثنين لارج سنسوري نيرون ستيميليتد سيمنتينس قال على مجموعه سيلاري ده قول عليها اوكلوجن. طب الحاله دي حصل اوفرلاب فين؟ في الصرفين اللي ما فرقش. هديكم مثال بسيط. الدفعه وليكن 100 طالب 60 نجحوا و40 ما نجحوش. من ال 40 في خمسه محتاجين درجه علشان ينجحوا. فهم ايه؟ وفي من اللي نجحوا خمسه عايزين يجيبوا امتياز. اللي جابوا امتياز وليكن 10. ايه رايكم؟ لو انا قلت هدي للدفعه كلها درجتين. اللي كانوا جايبين امتياز كانوا 10 بس كان في خمسه محتاجين درجه بس عشان يبقوا امتياز. خدوها هيزيد عدد الامتياز ولا ما يزيدش؟ يزيد. فنفس الكلام الاريا اوف سبليمينال فرينش مش واصله للفاير جريد. اما اعمل اوفرلاب هيحصل صنشه. فتوصل للفاير جريد. فاثنين كانوا هم اثنين كانوا صابرين من الفرنش ما كانوش بيطلعوا امبلس اما حصل اوفرلاب بينهم ساعدوا بعض فتحولوا الدشارج. عدوا كده بقى عندك اربعه فوق اربعه تحت واثنين زياده اهو يعني المجموع بقى 10. يعني مجموع الدشارج زونز في تو لارج سنسوري نيرونز استيميوليتد سيمنتينيوسلي اكتر من مجموع الدشارج زونز من التو لارج سنسوري نيروز ستيميوليتد سيبريتلي. يبقى دي معناها حصل فاسيليتيشن او ريكروتمنت زودنا الدشارج دوز. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى هنا هو الفاسيليتيشن او ريكروتمنت او الاوكلوجن معناها ان حصل اوفر لاب في حاله الفاسيليتيشن في السبليمينال فرنج فوصلت للفارنج ليفل فادت لي مور دشارج دوز. الاوكلوجن لا حصل الاوفر لاب فين؟ في الدشارج زون فقل العدد. طيب العدد زي ما هو قبل وبعد يبقى معناها نو اوفر. فاضل تو اوبجيكتيف
تو بروبرتس او ثلاثه بروبرتس. بس نقول بسرعه كده نفتكر مع بعض تاني كده عشان ندخل في البروبرت دي، لان دي محتاجه تركيز بره كنت سالت قبل كده في الكويس. اول صفه كانت ايه تاني؟ بتقول لي عندها مين؟ الشطاس كانت يوني دايركشنال ثم بس سبيسيفيسيتي ثم توتال اند ريديوسد ريفلكس تايم ثم الراديشن ثم فاتيج ثم ريسبروكال انرفيشن ثم اكسيتيشن فيلد و ديشارج دورز اوف مينال فريد ثم وصلنا لمين؟ اللي قبل دي على طول كانت مين؟ الفاسيليتيشن والاوكلوجن ريكروتمنت اند افتر ديسشارج. خدوا نفس عميق اجيت قبل كده شورت اسم بتتسال بطريقتين وهقول لكم بتتسال ازاي. ريكروتمنت اند افتر ديسشارج، انسوا اللي مكتوب ده وتعالوا نشوف الصوره دي. انا يا جماعه ايه؟ ريفلكس اربعه. انا جيت عملت مينتيند ستيميوليشن للقفل نيرون يعمل لي حاجه اسمها ريفلكس تيتنس. انتوا عارفين يعني ايه كلمه تيتنس؟ يعني في مينتيند ماسل كونتراكشن. لو انا عملت ماكسيمم ستيميوليشن للافرنت نيرون مينتيند ستيميوليشن هيعمل لي مينتيند كونتراكشن. يقول عليه اسمه تيتنس. بس حصل نتيجه ستيميوليشن للافرنت بقول عليه ريفلكس تيتنس. معناها في مينتيند كونتراكشن في المصل سببه ستيميوليشن للافرنت نيرون. طيب لو انا جيت على الافرنت بتاع المصل اللي رايح ينزل المصل وعملت له الاستيميليشن وحصل مينتيند مصل كونتراكشن يعني تيتنس يبقى معناه موتور تيتنس. يبقى في مصطلحين عايز اعرف الفرق بينهم لان جت سؤال قبل كده شفت اسم كومبير اند كونتراست بتوين ريفلكس اند موتور تيتنس. يبقى الريفلكس تيتنس بينشا نتيجه استيميليشن باي ايه؟ ماكسيمال ستيميلس للافرنت نيرون. الموتور ماكسيمال ستيميليشن للافرنت نيرون. طب بصوا على الرسمه اللي جايه غايه الاهميه. هي الرسمه دي بتعملنا بجدول المقارنه كله. ركزوا معايا. اول حاجه اما يقول المصل علشان انا عملت ستيميليشن عشان المصل في كونتراكت بتعدي حاجه اسمها الليتنت بيريود صح؟ فروم تايم اوف ابلكيشن اوف ستيميلس تيل ابيرنس اوف ريسبونس. هل الليتنت بيريود اللي بالاحمر ديت الريفلكس تيتنس واللي بالازرق ديت الموتور تيتنس. ايه رايك؟ لما الامبلس تبتدي من هنا هو من الريفلكس تيتنس. ايه رايك؟ تاخد وقت اطول ولا تبتدي من الموتور من الموتور نيرف من الافرنت نيرون تاخد وقت اطول. ليه؟ لان لما هتمشي من الافرنت محتاجه تروح للسنترال ديلي ومنها للافرنت ومنها تكمل. لكن لو انا عملت ستيميوليشن مباشره للافرنت هنا يبقى هتمشي المسافه دي بس. صح ولا لا؟ يبقى اول فرق بين الاثنين انك تقول لي الليتنت بيريود في مين اطول في الريفلكس تيتنس. يبقى اول فرق انا قلته في الاثنين يا جماعه ان ده ناتج نتيجه ماكسيمال ستيميوليشن لافرنت نيرون والثاني نتيجه ماكسيمال ستيميوليشن افرنت نيرون. ثاني فرق قلت ان الليتنت بيريود في الريفلكس تيتنس هنا اهو اطول من شايفين الليتنت بيريود يا جماعه؟ اطول من الليتنت بيريود بتاع مين؟ بتاع الموتور تيتنس. ثاني حاجه او ثالث حاجه بصوا يا جماعه اما انا جبت الستيميولاس هنا ايه رايك الكونتراكشن اللي في الموتور تيتنس مش حصل رابد اسنت رابد صدر كونتراكشن لكن هنا هو في الريفلكس تيتنس شايفينه جرادوال انكريز الماسل كونتراكشن. طب السبب ايه؟ ليه الموتور تيتنس يحصل رابد كونتراكشن زي ما هو واضح لكن الريفلكس فيه جرادوال؟ مش انا قلت لكم ما تتسالوا في انهي بروبرتي؟ ارجعوا على طول للريفلكس ارك صح؟ الريفلكس ارك مش فيه ساينتس يا جماعه. ده انا عايز وقت علشان الامبلس تمشي في القفل ووقت علشان سنترال ديلي ووقت علشان تمشي في الافرنت ووقت علشان تروح للتدريب بتاع المصر. كل ده يخلي الكونتراكشن جرادوال ويخلي الافرنت نيرون يحصل فيها ايه؟ جراديوال ستيميليشن ويحصل فيها سميشن. صح ولا لا؟ يبقى ده الاقي فيه ريكروتمنت او جراديوال ماسل كونتراكشن نتيجه جراديوال انكريز ان ستيميليشن اوف افرنت اوف افرنت نيرون. طب تاني حاجه او رابع حاجه او رابع فرق بينهم مين اللي الباور اوف كونتراكشن اعلى؟ يعني هنا الباور اوف كونتراكشن اهي الازرق اعلى اللي هو الموتور تيتنس ولا الريفلكس تيتنس؟ الموتور تيتنس. الموتور ده انا عملت ادي الايه؟ بصوا يا جماعه ادي الماسل فايبر اهو. هنا الافرنت هنا السي ان اس سباينال كورد وده الافرنت.
انا جيت على الافرنت نوع عملت استيميليشن المسافه صغيره صح، فتعمل الكونتراكشن على طول، فتلاقي في صدم كونتراكشن يحصل بسرعه وقوي ما استنفذش. طيب هنا بقى انا عملت استيميليشن هنا على ما الانفلس تمشي في الباسواي واروح في الساينابس يحصل سميشن ويوصل لاكشن بوتنشال وبروباجيشن ماشي على امتداد ده، هيؤدي لان الكونتراكشن يبقى ايه؟ ويكر. يبقى السبب في الباور اوف كونتراكشن اختلافه ايه؟ الباسواي نفسه، مين ماشي اكتر ومين يعمل سميشن ومين محتاج يعدي ساينابسز. طيب انا جيت هنا اهو وقمت واقف في استجرس، هتلاقي الموتور تدرس. انا دلوقتي كانت الماسل اهي وانا النيرف الديفرنت نيرون بتاعها اهو، انا جيت قمت واقف في الاستيمولس هنا، مجرد وقفت في الاستيمولس الماسل هتريلاكس على طول. طيب في الريفلكس بقى انا وقفت الاستيمولس من الافرنت، ليه استمرت؟ هتستمر الكونتراكشن شويه بعدها ليه؟ ارجع للريفلكس ارك، ده سكه طويله وكان بيحصل فيها سميشن وبيحصل فيها حاجه اسمها انتر نيرونز. مش في انتر نيرونز؟ وهنفهم هتعمل ايه حالا. يبقى دلوقتي لو انا وقفت الاستيمولس هلاقي الموتور تدرس هيحصل صدم ريلاكسيشن، لكن الريفلكس تدرس لا هيستمر الريسبونس لمده، وما يستمر وما فيش ستيمولس معناها افتر ديستشارج. افتر ديستشارج معناها ايه؟ ان في كونتينوس ريليز اوف امبلس من الافرنت نيرون على الرغم من ان الاستيمولس في الافرنت نيرون توقف. يعني انا وقفت الاستيمولس اهو منطقيا ان الكونتراكشن يقف، لكن كان انا عامل استيميليشن في الافرنت والافرنت له صفات معينه هتكلم عنها حالا، في حاجه اسمها ريفلكس ارك بيعمل حاجات مهمه حالا هنشوفها، فيخلي في حاجه اسمها افتر ديستشارج. طيب مين اللي يحصل فيه فتيل؟ الموتور تدرس اكتر ولا الريفلكس تدرس؟ مين اللي فيه ساينابسز اكتر؟ الريفلكس تدرس طول ما هو ماشي قاعد يقع في ساينابس صح؟ والساينابس هتستنفذه فيحصل ايه؟ فتيل. يبقى ما يقول لك دلوقتي كومبيرنت كونتراست، الكاسو دي انا سالت قبل كده شورت اسمه سنين شافه كتير. كومبيرنت كونتراست بتوين ريفلكس اند موتور تيتنس، يبقى اقول اول حاجه هي التنشن في الاستيميليشن بايه؟ في الماكسيمال استيميليشن واحد للافرنت نيرون واحد للافرنت. تاني حاجه الليتنت بيريود فين اطول؟ في الريفلكس. الكونتراكشن صادم ورابط فين؟ في الموتور. لكن جراديوال فين؟ في الريفلكس، بقول عليه ريكروتمنت. الباور اوف كونتراكشن اعلى فين؟ في الموتور، والسبب الريفلكس ار. طب لو وقفت الاستيمولس يحصل صدر ريلاكسيشن في مين؟ في الموتور. يحصل افتر ديستشارج فين؟ في الريفلكس. بيحصل الفاتيك فين؟ في الريفلكس. يبقى انا دلوقتي لو رجعت بسرعه للريكروتمنت معناها ايه بقى دلوقتي بقى سهل؟ ريكروتمنت هو جرادوال انكريز ان اكتيفيشن اوف انتيريور هورن سيلز فور ستيميليتنج افرنت نيرف. انا في الريفلكس تترس عملت ستيميليشن لافرنت نيرون، لما عملت لها ستيميليشن راحت عملت ستيميليشن للانتيريور هورن سيلز. ممكن تتم بطريقه جراديو ليه؟ لان انا عارف من شويه ان في حاجه اسمها اكسيتيشن فيلم، في حاجه اسمها ديشارج زون وحاجه اسمها سبليمينال فرينج، ويحصل سميشن ده، فعلى ما يحصل السميشن هتلاقي يحصل جراديوال اكتيفيشن. صح الكلام؟ الاخطر ديشارج غايه في الاهميه بتصير شورت اس لوحده، يهمني الديفينيشن والاهميه الامبورتنس واللي كان اسمه اقولها حالا. الافتر ديستشارج ا بيرسيستنت ديستشارج فروم افرنت نيرون افتر ا سنجل ستيميليشن اوف ذا افرنت وان كونكتد تو ايه؟ ايه الكلام ده؟ خلينا نعرض علشان افهم. هقول لك صلي على النبي. لو فهمت الميكانيزم هقدر افهم الديفينيشن. قال لك الميكانيزم ممكن حاجه اسمها بوست تيتانيك فاسيليتيشن ودي سمعنا عنها في الكيميكال ساينابس، وحاجه اسمها البارلل او الاوبن سيركت، وحاجه اسمها ريفربريتنج سيركت. طب اخد الاولانيه دي ومن خلالها افهم. انا عندي دي سينابتك نيرون اهي، وادي البوست سينابتك نيرون. لو انا عملت ستيمولس واحد هيجي الستيمولس هنا هيتنقل للبوست سينابتك نيرون وخلاص ومش هيحصل حاجه، مجرد ستيمولس ريسبونس. طيب لو انا عملت ريبيتيتف رابيد ستيميليشن، ريبيتيتف رابيد ستيميليشن هيخلي الايه؟ الفولتج جيت الكالسيوم شانل تو اوبن فور لونجر تايم، صح ولا لا؟ فيدخل كالسيوم كتير جوه السينابتك نوب دي،
فيطلع كيميكال ترانسميتر اكتر ولا لا، يخلي يدي الانتنت ريسبونس في البوست سينابتيك نيرون ولا لا. يبقى قدرت تعرف الافتر ديسشارج ان في مينتين ريسبونس البوست سينابتيك نيرون على الرغم من ايه؟ من ان انا عملت ستيميليشن وستيميليشن ده خالص للافرنت نيرون. اللي وضحها اكتر الميكانيزم الثانيه دي اللي انا بقول عليها بارل او اوبن سيركت. قلت لك الفانكشن اوف انتر نيرون، انا عندي دلوقتي اهو بري سينابتيك نيرون اهي بالاحمر راحت عملت ستيميليشن للبوست سينابتيك نيرون. لو ما فيش انتر نيرون كان هيبقى ستيميليشن وريسبونس والموضوع خلص. لكن انا عندي في انتر نيرون في طلع سايد برانش كده عمل ريلي مع الانتر نيرونز دي، والانتر نيرونز دي راحت عملت ستيميليشن لمين؟ للبوست سينابتيك نيرون. واحنا عارفين ان كل سينابس بتاخرنا قد ايه؟ 0.5 ملي سكند. فانا الامبلس الاولانيه كانت خلصت بعدها بنص سكند، جت الثانيه بعدها هكذا، فحصل منتين ريسبونس من البوست سينابتيك نيرون على الرغم من سنجل ستيمولس او ستوبج اوف ذا ستيمولس من الافرنت نيرون. دي اتقال عليها ايه؟ بارلل سيركت. شايفين الافرنت نيرون عامله بارلل سيركت. طيب لو كروس سيركت بقى، انا خلي بالك الانتر نيرون مش هتروح تعمل ستيميليشن للبوست سينابتيك نيرون، لا ده الافرنت نيرون اهو عمل ستيميليشن للبوست سينابتيك نيرون وطلع سايد برانش من البيني سينابتيك عمل ستيميليشن للانتر نيرون. الانتر نيرون بدورها راحت عملت ستيميليشن تاني للبيري سينابتيك. فالبيري سينابتيك تكون رايح عامل ستيميليشن للبوست وللانتر نيرون. الانتر نيرون تعمل ستيميليشن للبيري، يحصل بوست وانتر نيرون، فعملت لي بوزيتيف فيدباك سيركت. يبقى اما تسال ايه يا ابني البوزيتيف فيدباك سيركت اللي سمعت عنها السنه دي؟ هي الكلوزد سيركت، هي الريفربريتنج سيركت. طب ايه اهميه ان ستيميلس يؤدي الى مينتيند ريسبونس؟ حاجه اسمها ميموري. اجي اقول لك مثلا انت رقمك 5 6 7، قول لي انا قلت لك رقمك ايه دلوقتي؟ شاطره. ايه اللي حصل؟ انا قلت لها الرقم مره واحده بس هي عملت ايه؟ ركزت ففكرته. ده احنا اسمها افتكرته، يعني حاجه اسمها ميموري. فالافتر ديسشارج دي الفيسيولوجيكال بيز اوف ميموري، ده موضوع كبير هناخده في الاخر خالص ان شاء الله. طيب صفتين مش هناخد وقت ونعمل كلاسيفيكيشن للريفلكس بسرعه. هقول الصفتين وانتوا تعددوهم لي تاني. حاجه اسمها سكسسيف سباينال اندكشن. اقول لك ايه؟ واحده جت الصبحيه او واحد جت الصبحيه وماسك ايديه قاعد مش سايب ايديه، قاعد هش. هش وقاعد يعني مش راضي يسيب ايده خالص. يا ابني ربنا يهديك ما تقعدش ترمش. ما تقعدش ترمش تاني نفسك. اقول له يا ابني انت دلوقتي لما هتطرش ايه اللي هيحصل؟ هتقوي الريفلكس هتقعد ترمش زياده مش هتسيب ايدك لما تقطعها. دي حاجه اسمها سكسسيف سباينال اندكشن. هي عباره عن ايه؟ اوجمنتيشن اوف ريفلكس باي انذر وان. اما اعمل ريفلكس معين ممكن يقوي ريفلكس تاني. ده منه نوعين، ممكن التو ريفلكس اوف سيم تايب بقول عليها بوزيتيف او ساينرجيستيك. يعني واحد بيرش لو هو قوي في الاول مش هيكملهاش، مش هيرش، مش هيحتاج يرش. لكن هرش مره الهشه ديت او الريفلكس الاولاني ده هيخلي الريفلكس اللي بعده اقوى فيرش زياده اكثر، محتاج حاسس اكثر انه عايز يرش اكثر. ده عمل اوجمنتيشن لريفلكس باي انذر ريفلكس. طب التاني نيجاتيف او انتاجونيست زي ايه؟ ركزوا. انا وانا ماشي كده ستيمنج ريفلكس، وانا ماشي هتلاقي وان لين فليكسد ذا اذر از اكستندد. الاكستندد ده هيحصل بعد كده فليكشن والتاني اكستندد. يعني وان فليكشن اوجمنت ذا اكستنشن والاكستنشن اوجمنت فليكشن. يعني تو انتاجونيستك ريفلكس بيقووا بعض. ده بقول عليها ايه؟ سكسسيف سباينال اندكشن. راح ايه؟ نيجاتيف. يبقى السكسسيف سباينال اندكشن تعني ان انا عندي 1 ريفلكس اوجمنت اذر 1. لو الاثنين اوف ذا سيم تايب اقول عليها بوزيتيف او سينرجيستيك. لو الاثنين عكس بعض اقول عليها انتاجونيستيك او نيجاتيف. اخر واحده عندي في البروبيرتس والكلاسيفيكيشن مش تاخد وقت خالص لانها هتتكرر كتير في الايه؟ في اللابات وفي المحاضرات الجايه. حاجه اسمها ريباوند. افتكروا انكم هتسمعوها، اكتبوا كده هتسمعوها تاني في النيو سيريبيلر سندروم كلمه ريباوند، لكن المعنى مختلف. دي شيء ودي شيء خالص. ريباوند معناها اكسجريشن اوف اريفلكس افتر اترانزيانت انهبيشن باي انذر سترونجر ستيمولس او انذر سترونجر ريفلكس. يعني على سبيل المثال احنا خدنا الدير از ابريبوتنت ستيمولس، صح ولا لا؟ بيسود على اي ستيمولس تاني. لو واحد كده قاعد يرش في دماغه كده مثلا
وهو بيهرش كده زميله جاب دبوس وشكه في ايديه. فايه اللي هيحصل؟ هيسيب الهرش ويروح يبعد ايديه علشان يمنع الايه؟ يمنع البنفور ستيمولس ده. طب بعد ما يخلص الهرش البنفور ستيمولس هيرجع يحس انه عايز يهرش ازيد من الاول. حصل اكستاجريشن للريفلكس الاولاني بعد ما انا عملت له انهبيشن لفتره محدده. السبب ايه؟ الفتره اللي انا بعت فيها ايديا ديت كان الكيميكال ترانسميتر الناشئ من في الباسوي الاولاني ده كان زاد طلع بكميه كبيره فيجد سترونجر ستيمولس ضحك صح او سترونجر ريسبونس. دي بقول عليها حاجه اسمها ريباوند. الريباوند ده هنسمعها تاني في النيو سيريبيلا سندروم عشان تفتكروها. هي لها معنى تاني خالص ماشي، بس عشان لو في الشفق بعض الدكاتره يحبوا التجميعات يقول لك يعني ايه ريباوند يا ابني؟ يقول لك سؤال مطلق كده. لا كلمني على الريباوند. انت عارف في الشفا كده من كلمه من رد الطالب في باله انه يستحق يكون مصر ولا درجه يعني هنا ولا يستحق ياخد صفر العربي في باله. لما طالب لما الدكتور يقول لك يا ابني قول لي ريباوند تقول له تقصد يا دكتور ريباوند از ا بروبرتي اوف فيكس اكشن ولا ريباوند فينومينال از ا فيتشر اوف يو سيرفيلر سندروم. يقول لك ده الرد يعني ما شاء الله يعني عارف خلاص. يبقى من اول رد في باله الطالب عارف ولا مش عارف، مجرد استلقى كلمه كده بيقولها خلاص ولا لا. يبقى سرعه ادا سرميشن للريفلكس بروبرتس. يلا نقولهم مع بعض كده يا جماعه، يوني دايركشنال لوكاليزيشن او سبيسيفيسيتي التوتال ريفلكس تايب الراديشن فاتيج ريسبروكال انرفيشن اكسيتيشن فيلد ديشارج زون اند سبليمينال فريند فاسيليتيشن اوكلوجن ريكروتمنت اند افتر ديشارج سكسيسيف سباينال اندكشن اند ريباوند. بسرعة كده مش هناخد خمس دقايق يا جماعة. بس عشان ما يبقاش لنا ليه. ريفلكس، الكلام ده هيتكرر كتير سواء في السكاشن أو في المحاضرات اللي جاية إن شاء الله. ريفلكس كلاسيفيكيشن. أكوردنج تو ذا سايت، وأكيد سمعنا عنها في الدايجست. أكوردنج تو ذا سايت أوف ذا سنتر أوف ذا ريفلكس بنقسم الريفلكس انتو تو مين بايبس. لو السنتر موجود بره السي إن إس بنقول عليها بريفرال ريفلكس. ودي اغلب الريفلكسز دي في الجي اي تي. زي ايه؟ زي حاجه اسمها لوكال اكسون ريفلكس، حاجه اسمها لوكال انتريك، وحاجه اسمها جاكيوليك. نشوف الصوره اللي جايه دي كده. انا دلوقتي يا جماعه اول واحد عاش مين؟ اللوكال انتريك ريفلكس زي الجاسترين ريليز. خدنا يا جماعه الجاسترين هرمون الميكانيزم اوف ريليز من خلال لوكال انتريك ريفلكس. خدنا البريستاسيس البريستاليسيس الميكانيزم بتاعها اول اوفر ذا بادي از لوكال انتريك ما عدا اكسبشن واحد في الايه؟ في الاسوفجس بيبقى فيجو فيجو في برد من الاسوفجس بيبقى فيجو فيجو. طب جانجليونيك عارفين الجاسترو كوليك ريفلكس بريزنس اوف فود ان ذا ستومر هيؤدي الى انكريز الايه؟ ان كوليك موتيليتي. طب دكتور ده انت مش طالب سنه طب في ثانيه طب؟ اه يا ابني قول لي بقى على كل يوم افطر الصبحيه كده على الحمام. ايه المشكله؟ ليه لما باكل بحس ان انا عايز اروح الحمام؟ بسيطه اهي. انت دلوقتي لما بتاكل الاكل بينزل على مين؟ على الصبح. بيحصل ريفلكس ايه؟ جاسترو كوليك ريفلكس. ريفلكس انكريز ان موتيليتي ان سكوله. فتسهل لك عمليه الديفيكيشن، صح ولا لا؟ مش دي حاجه اسمها بريباراتوري ريفلكس لما ناخد الديفيكيشن؟ كلام كويس. طيب كان في حاجه اسمها لوكال اكسون سمعنا عنه السنه دي في البرايمري هايبر الجيزيا. مش خدنا البين رياكشنز يا جماعه الرياكشنز البين؟ خدناها السنه اللي فاتت واحنا بنتكلم في الكوتينيوس ليجن لو حصل حاجه اسمها ايه؟ تريبل ريسبونس. طب ده ايه؟ البريفرالي بريفرال ريفلكس. طب السنترال ريفلكس يعني السنتر موجود فين؟ جوه السي ان اس. انا خلي بالك في حاجه اسمها كونديشن ما خدناهاش اي تي دي. كونديشن وحاجه اسمها ان كونديشن. واحد يقول لك اسكت بقى حرام عليك ده انا ريحي قاعده بتتلم هنا هيفوق النهارده وهيعمل ايه والاكل هيبقى ايه ومعرفش ايه وايه تاني هحاول اسمع فيسيولوجي ولا عايز اخرج علشان الحق اروح اكل. اللي حصل عندها ده ايه؟ ان قعدت سمعت عن الاكل وريها جري. ده كونديشن ولا ان كونديشن؟ كونديشن مشروطه ببريفيوس ليرنينج باكسبيرينس. هي لو ما كانتش عارفه يعني ايه اكل ومعارف مش عارفه مواصفات الاكل اللي هي بتحبه يبقى السمع او الرؤيه او التفكير هياثر في عمليه الايه؟ السلايفيشن ان هي لا صح ولا لا؟
يبقى كونديشن نشطه ببريفيوس ليرنينج انها اكواير انتاكت سيريبرال كورتكس زي ايه؟ انجريس سلايفيشن از ريزلت اوف سيينج سميلينج ثينكينج ريدينج او اما الكونديشن اللي دي انفول موجود باك نو نيد فور انتاكت سيريبرال كورتكس نو نيد فور بريفيوس اكسبيرينس العيل لسه مولود من بطن امه لسه نازل ولو جبت وحطيت ايده كده بس ده وفرح بقه كده اتغير وعايز يرضع في ايه؟ بسرعه صح ولا لا؟ ده مولود ده البورن ريفلكس بنقسمهم لحاجه اسمها سباينال اكوردنج للسنتر في ريفلكس الموجوده سباينال برين ستيم وهيبوثلاميك السنتر اللي موجود في الهيبوثلاميك بيقول عليها هيبوثلاميك ريفلكس زي ايه؟ اما خدنا في الشوك السنه اللي فاتت هنا خالص يا جماعه ده عناوينها تتكرر كتير بس عشان نبقى ايه؟ خلصنا الجزئيه دي بس الرسمه دي كويسه وبتختصر كل الجزء ده لو ايه واحد عنده سيفير هايبوتنشن نتيجه هيموريدج او غيره بيحصل ريفلكس ريليز لادرينالين الكاتكولامين السنتر بتاعه موجود فين في الهايبوثالامس طب البرين ستيل مش خدنا يا جماعه الايه الشوينج المغز خدنا الفوميتنج ريفلكس السوالوينج ريفلكس السنتر موجود في البرين ستيل سباينال ريفلكسز بقى اكوردنج تو ذا سايت اوف ريسبت بقسمهم لايه في الريسبتور موجود في الفيسرا زي اليورينال بلادر خدنا الميكتوريشن لو ما خدناش لسه ناخدها خدنا الديفيكيشن دي ريفلكس زي موجود في المصل او في المصل تندر اخد المره الجايه كان انا عمره نصيب الريسبتور لريفلكس موجود جوه الفريش باطن المصل وجوه التندر هنتكلم عن حاجه اسمها المصل سبندل والجولج تندر اورجان اذا كان انا عمره نصيب في نورمال ريفلكس دي ريفلكس زي الهستيريك والاستريتش والانسلين رياكشن في اب نورمال اللي هو الكولونس هنسمع عنه سواء المره الجايه او بعد كده في الابر اللي هو ممكن نقول ليه السوبرفيشال ريفلكس سمعنا عن البص السبورتنج وعن الوزدرول اخر صوره كده عشان نبقى خلاص يا جماعه ده حاجه اسمها الايه البلانتر ريفلكس لو انا جيت على السول اوف ذا فوت وعملت سكراتشنج لللاترال اسبكت كده نورمالي يحصل بلانتر فليكشن لو في بيراميدال او اكسترا بيراميدال زي ما قلت بعد كده يحصل دورسي فليكشن خلاص يا جماعه ده اتقال عليه بابينيسكي سايد الحاجات دي هنقفل النبات وده اللي خدنا الريفلكس ده يا جماعه كريماستريك ريفلكس ده موجود فين؟ في الميل لو انا عملت سكراتشنج للميديال اسبكت اوف ذا ساي الميل يحصل فيه كونتراكشن للكريماستريك ماسل ويحصل ابورد موفمنت الايه؟ للسكروت ما يجيش يقول لك دلوقتي which one of the following reflexes is not normally present in the female ويجاب لك منهم مين؟ الكريماستريك يبقى هو مين؟ الكريماستريك الابدومينال ده هنعمله في اللابات برضه ده اللي بعمل سكراتشنج ليه؟ الابدومينال وول فروم اوت وورد ان وورد بيعمل ديفيشن للامبلايكس تو ذا ستيميليتد ايه؟ سايد بسرعه كده لو خدنا مثال اسئله امسكوه بسرعه مثال او مثالين على طول عشان استفدنا لحد كده في اي مشكله يا جماعه؟ الامور سهله ولا صعبه؟ يتذاكر النهارده واللي عنده اي استفسار يسال لو قلنا سؤال كده مثلا ويتش وان اوف ذا فولونج از ذا فيرست تو بي فاتيجد ان ذا ريفلكس ارت سايلنت شطار يعني ما صحينا هم ذا سنترال ديليتر اوف ليست فاليو ان فريش شطار يعني ايه انا هو سايلنت ويتش وان اوف ذا فولونج ريبريزنتس جرادوال انكريز ان اكتيفيشن اوف انتيريور هورن سيلز اوف سينتيك دافنت نيرون ريكروتمنت في جرادوال انكريز ان ذا ايه ستيميليشن اوف افرنت نيرون فتؤدي الى جرادوال انكريز ان ماسل كونتراكشن في الايه في الريفلكس ده اخر واحد بقى عشان تكونوا ارتحتوا من النهارده ويتش وان اوف ذا فولوينج ريفلكس از ان ابنورمال ريفلكس ان ادلت ايه سي ميل الابنورمال هو مين الانكل كلوماس الوزدور ريفلكس ده نورمال ريسبونس البوست سبورتنج ده نورمال ريسبونس البرانتر ريفلكس ده نورمال البايسب تندر جاك هناخده ان شاء الله في اللبان ده نورمال الانكل كلوماس هنجيب سيرته المره الجايه وبعد كده ان شاء الله ده ابنورمال ريفلكس بيحصل في حالات القبر نيرون ليشن وادي يا جماعه في الريفرنس بتاعنا الامور سهله ولا صعبه يا جماعه نرجو ان احنا نكون استفدنا اللي عنده اي استفسار يذاكر ويجي يسال يا جماعه